يا صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، وأهلا بحضراتكم في حلقة جديدة ويوم جديد من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا مصطفى. صباح الخير عليك يا جمانة، وصباح الفل لحضراتكم كلكم. النهاردة يوم مميز جدا، يوم ربما بيصب في كل التغطيات وكل الفعاليات اللي بتتم النهاردة على شاشات التلفزة العربية. النهاردة هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واللي بيصادف يوم 29 من نوفمبر من كل عام طبقا لما أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، بمعنى أن النهاردة هو يوم أممي أقرته الأمم المتحدة من أجل الاحتفال بحقوق الشعب الفلسطيني والتضامن مع الشعب الفلسطيني. اليوم ده ربما بيحمل دلالات ومعاني كثيرة جدا للفلسطينيين ولكل الشعوب الحرة اللي بتدعم حق هذا الشعب في الاحتفاء بهذا اليوم. اليوم ده هو احتفال بكفاح ونضال الفلسطينيين للتحرر من الاحتلال ومن أجل إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف. في اليوم ده سنة 1947 الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرار تقسيم فلسطين، واللي بيعرف بالقرار رقم 181. هذا القرار بينص على إنشاء دولتين على أرض فلسطين، واحدة عربية وأخرى يهودية. هذا القرار أيضا بيشدد على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، وأن الشعب الفلسطيني ليه الحق في تقرير مصيره. ومن وقت صدور هذا القرار وحتى الآن لا تزال القضية الفلسطينية عالقة، ولا يزال الشعب الفلسطيني غير قادر على الحصول على حقوقه اللي أقرتها الشرعية الدولية. ربما زي ما قلت يا جمانة، يعني ده نوع من أنواع زي ما بيقولوا كده إيه، ازدواجية المعايير في التعامل مع القضية الفلسطينية. من ناحية أنا كجمعية عامة للأمم المتحدة أقريت هذا التقسيم، ومن ناحية أخرى أنا قلت لدولة تانية أن هي تيجي وتحتل. من ناحية بقول احتفلوا يا جماعة بكفاح ونضال هذا الشعب من أجل أن يناضل من أجل حقوقه المشروعة، ومن ناحية تانية أنا أكون السبب في هدر هذه الحقوق المشروعة. الازدواجية دي مش غريبة على الأمم المتحدة ومش غريبة على مجلس الأمن. ربما الاحتفال لو قلنا النهاردة يعني أو هذا العام ربما يكون مختلف شوية. الاحتفال هذا العام يعني الشعب الفلسطيني بيحتفل بيومه وسط عدوان غاشم جدا استمر حوالي 7 أسابيع من القتل والتدمير المتواصل، من استهداف المدنيين والمنشآت الصحية، من استهداف المدارس وكافة دور العبادة من مساجد وكنائس. حصيلة شهداء هذا العدوان بتتخطى حاليا حوالي 15,000 شهيد فلسطيني بطبيعة الحال، وللأسف الشديد معظمهم من النساء والأطفال. ده غير المفقودين كمان للأسف الشديد. ويعني وإحنا بنحتفي مع حضراتكم ب يعني اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني مرة تانية كمان اللي أقرته الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سؤال مهم جدا برضو، يعني مين تضامن؟ يعني في أحداث غزة الأخيرة من يعني من الدول الكبرى تضامنت مع أطفال غزة، تضامنت مع نساء غزة، تضامنت مع ما يحدث أو حتى يمكن أدانت ما يحدث في قطاع غزة. دي علامات استفهام. أيضا الجمعية العامة للأمم المتحدة يعني وهي بعد ما أقرت هذا اليوم سنة 47 يعني حتى المواقف اللي تم اتخاذها طبعا بالفعل أدانت ما يحدث في قطاع غزة، وتحدثت أنه ما يحدث في قطاع غزة هو جرائم حرب وما إلى ذلك. لكن ماذا بعد؟ ماذا بعد؟ يعني لما يبقى قرار من يعني 47 سنة 47 لم ينفذ حتى الآن، فأكيد كان لازم يكون في وقفة من زمان جدا. هل هذه هي القرارات فقط التي لا تنفذ والباقي ينفذ؟ إيه اللي بيحصل؟ يعني إيه اللي حصل؟ أعتقد دي كان لازم يبقى في وقفة، وإن احنا نعير اهتمام لمثل هذه القرارات اللي مجرد بتأخذ أرقام ولا تنفذ. وعلى الجانب الآخر بيبقى في مدنيين يعني بيمارس عليهم القمع وبيمارس عليهم الإبادة الجماعية وبيمارس عليهم يعني كل أنواع الكراهية. لو احنا بنتكلم حتى على العنصرية أعتقد دلوقتي بقى واضح. على أي حال احنا النهاردة هيكون لينا حلقة خاصة عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وبكل تأكيد احنا من أكبر المتضامنين والداعمين
لهذا الشعب العظيم، متضامنين مع حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته. كل الشعب المصري متضامن مع شعب فلسطين، وأكيد هنتابع مع حضراتكم كمان آخر التطورات الخاصة بتمديد الهدنة والجهود المصرية اللي بتدعم القضية الفلسطينية ووقف إطلاق النار في قطاع غزة وما حدث أمس من خرق للهدنة. خلينا نصبح على حضراتكم مرة كمان، صباح الخير والسعادة عليكم. صباح الخير مصر. مصبح عليكم مرة تانية، وخلينا نصبح على زميلتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار الطقس في العاصمة القاهرة وفي باقي المحافظات. صباح الخير يا هالة. صباح الفل يا مصطفى، صباح الفل يا جمانة، وصباح الفل على كل اللي بيشوفونا. هنبدأ طبعا دلوقتي بجولة مفصلة عن أحوال الطقس، وبعدها جولة سريعة الأول المرور، وبعد كده الطقس الأول المرور. نستعرض مع حضراتكم دلوقتي أحوال المرور في مناطق مختلفة من مصر، وطبعا هنبدأ جولتنا من محافظة القاهرة وتحديدا من كوبري أكتوبر اللي بيشهد كثافات مرورية وتباطؤ لحركة السيارات أعلى الكوبري بسبب زيادة الأحمال أعلى الوصلة المعلقة حتى رمسيس، ومتجه من مناطق وسط المدينة حتى مدينة نصر. شارع رمسيس أيضا بيشهد كثافات مرورية تبدأ تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمرة. كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين عليه كثافات مرورية، أما شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر فبيشهد سيولة مرورية لحد منطقة الزاوية الحمراء، في كثافات نسبية عند الويلي والحد كوبري الساحل والأميرية والكورنيش من المظلات إلى وسط البلد، في كثافات مرورية بسيطة ومتقطعة. أما المتجه للمؤسسة فهيلاقي سيولة مرورية ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. وهنستكمل جولتنا من محافظة الجيزة، الطريق الدائري بيشهد سيولة مرورية بعد فتحه وإلغاء التحويلات اللي اتعملت أثناء تركيب القمر الحديدي عند منطقة البراجيل. فتح الطريق خفف الضغط عن المهندسين ومحور صفت، ومن الطريق الدائري لمحور 26 يوليو المتجه لأكتوبر هيشهد سيولة مرورية، لكن المتجه للمهندسين في كثافات اللي هي المعتادة قبل طلعة الدائري وميدان لبنان لغاية نادي الزمالك. لو كملنا الكوبري 15 مايو هنلاقي ان في كثافات بسبب اعمال توسعه الطريق، اما شارع الهرم فبيشهد كثافات مروريه والكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروه. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركه السيارات، وفي كثافات كمان للمتجه لكوبري الجيزه المعدني. في شارع فيصل هنلاقي ان في كثافات مروريه بتبدا من محطه المريوطيه مكمله لحد كوبري فيصل، وكمان بتظهر بعض الكثافات الثانيه في شارع السودان ولغايه جامعه القاهره وميدان النهضه لحد ما نوصل لمناطق بولاق وامبابه. اما محور صفت ففي كثافات مروريه بتزيد في الاتجاه لجامعه القاهره. تعالوا دلوقتي نروح مع بعض محافظة اسكندرية، هنلاقي فيها كثافات مرورية عند كوبري ستانلي على طول الكورنيش، وكمان كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش، أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر فيه كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. هنكمل جولتنا المرورية وهنروح أسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة واللي بيشهد فيها الطريق سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية، كمان في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي في بعض الكثافات المرورية. كده خلصت نشرتنا المرورية المفصلة، دلوقتي جولة سريعة مع حضراتكم عن أحوال الطقس. النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 23، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 28، وأقل درجة حرارة في كاترين 17 درجة. طبعا هنتابع مع حضراتكم الطقس وبالتفصيل بس بعد شوية، دلوقتي عودة مرة تانية لمصطفى وجمانة واستكمال فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا. مشاهدينا خلينا نبدا مع حضراتكم حلقتنا النهارده من صباح الخير يا مصر، وكعادتنا دايما بنبدا معاكم بتذكره لاهم الاخبار والاحداث اللي حصلت امبارح، ومن اهمها عقد سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي الاجتماع تابع فيه ابرز محاور تطوير منظومه التقاضي على مستوى الجمهوريه وتطورات العمل بمدينه العداله بالعاصمه الاداريه، واللي هتسهم في تسهيل اجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفه العمل بالمنظومه القضائيه
من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية. سيادة الرئيس أيضا امبارح اطلع على جهود الدولة الخاصة بتطوير منظومة الشهر العقاري، وخصوصا التحديث المستمر لوحدات إصدار المحررات عن بعد في وزارة العدل، واللي أصبحت بالفعل قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد، إلى جانب توفير عدد كبير من الخدمات الأخرى زي شهادات المحاكم الابتدائية والجزئية والاقتصادية، بما ييسر على المواطنين ويتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي صرح بأن السيد الرئيس اطلع على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث تابع السيد الرئيس في هذا الإطار تطورات العمل بمدينة العدالة العاصمة الإدارية، والتي ستسهم في تسهيل إجراءات التقاضي للمواطن وتطور من فلسفة العمل بالمنظومة القضائية من خلال عناصر الرقمنة وتحديث الأدوات التقنية. كما اطلع السيد الرئيس على جهود تطوير منظومة الشهر العقاري، خاصة التحديث المستمر لوحدة إصدار المحررات عن بعد بوزارة العدل، والتي أصبحت قادرة على الإصدار النهائي للتوكيلات الرسمية العامة في القضايا عن بعد، إلى جانب توفير عدد كبير من الخدمات الأخرى كشهادات المحاكم الابتدائية والجزئية والاقتصادية، بما ييسر على المواطنين ويتسق مع عمليات تطوير مختلف الخدمات العامة في الدولة. تناول الاجتماع أيضا جهود تطوير أعمال لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة بما يضمن الاستفادة منها على الوجه الأمثل، ووجه السيد الرئيس في هذا الصدد بمواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها وميكنة العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة للانتهاء من مدينة العدالة، بما يضمن تحسنا نوعيا ملموسا في منظومة التقاضي المصرية. كما أثنى سيادته على جهود إصدار المحررات عن بعد، ووجه بالتوسع فيها بالسفارات والقنصليات المصرية بالخارج بما ييسر على المصريين بالخارج، مشددا على أن الهدف الأساسي هو تسهيل تعاملات المواطنين اليومية مع المنظومة القضائية بما يسهم في حماية حقوق المواطنين والحفاظ على مصالحهم. امبارح تلقى ايضا سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس بن سعيد، تناول هذا الاتصال العلاقات الثنائيه بين البلدين وكيفيه تعزيزها بما يحقق مصلحه الشعبين. اكد الزعيمان خلال هذا الاتصال حرصهما على العمل المشترك من اجل تطوير العلاقات. وخلال الاتصال استعرض سيادة الرئيس الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل لوقف دائم لإطلاق النار، كمان جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، واتفق الجانبان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار والتحرك العاجل لتقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي القطاع مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية. التحالف الوطني العمل الأهلي التنموي بيواصل سلسلة المؤتمرات الجماهيرية الحاشدة بمختلف محافظات الجمهورية لدعم وتأييد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالانتخابات الرئاسية المقبلة. هذه المؤتمرات بيتم تنظيمها تحت عنوان انزل شارك مصر الأهم. خلينا نتابع مع حضراتكم فعاليات المؤتمر اللي عقد في محافظة كفر الشيخ ونرجع على طول. زي ما تعودنا من التحالف الوطني على عمله المستمر في تنمية الوطن، النهاردة بيجوب محافظات مصر عشان يحكي حكاية الوطن، ومحافظة كفر الشيخ من أهم محطات التحالف الوطني ولقاءاته الجماهيرية لعرض أهم إنجازات المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي خلال سنوات صعبة كان التحالف جزء مهم من نجاحها. ده واحد من ضمن اللقاءات اللي بيعملها على مستوى الجمهورية لدعوة المواطنين للمشاركة في العرس الديمقراطي اللي هو إن شاء الله يوم 10 و 11 و 12، ويدعو الناخبين في جمهورية مصر العربية لرد جميل وتأييد السيد عبد الفتاح السيسي المرشح رئيس الجمهورية
وده من أجل الاستقرار، من أجل التنمية. النهاردة احتفالية في حب سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، إذا كان البعض يعتبره مرشح للرئاسة أو هو الرئيس الحالي فهو زعمنا وهو قائد المسيرة، داعمين لسيادته، مقدرين جهود سيادته، مقدرين تضحية سيادته من أجل هذا الوطن والحفاظ عليه والحفاظ على مقدراته. وطبعا بنشكره على كم الإنجازات اللي تمت منذ أن تولى المسؤولية على كل المستويات. ثقة أهالي كفر الشيخ في الرئيس السيسي والتحالف الوطني وإنجازاته بالمحافظة وقراها كان الدافع الرئيسي لحضورهم وتأكيدهم على النزول في الانتخابات المقبلة ودعم القيادة السياسية لاستكمال مشوار التنمية. كل احتفالية بتحاول تدعم جهود الرئيس عبد الفتاح السيسي وترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي ودعم الانتخابات بحب الحقيقة اللي موجود لفخامة الرئيس عند الشعب الكفراوي كله. بقول لهم بداية قوية إن شاء الله للتحالف في حب مصر. يوم رد الجميل لسيادة الرئيس وقال لي حاجة تتعمل، ويعني من شعب كفر الشيخ وجمهورية مصر العربية كلها وكلنا هنا على قلب رجل واحد، ومصر كلها على قلب رجل واحد، الرجل الذي نقل مصر نقلة لا كنت أتوقعها. التعليم والصحة والبنية التحتية والتنمية الشاملة كلها إنجازات اتقدمت لأهالينا في كفر الشيخ ومحافظات مصر. ولأن الجمهورية الجديدة هدف كبير بنسعى لتحقيقه، بيستمر التحالف الوطني في عقد اللقاءات الشعبية لعرض مكاسب السنوات اللي فاتت والسعي لاستكمال المشوار وتحقيق رؤية مصر 2030. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي نظم أيضا مؤتمر جماهيري حشد في محافظة الإسماعيلية من أجل دعم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة. خلينا نشوف. في مشهد بيعكس وعي الشعب المصري، انطلق مؤتمر حكاية وطن للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لدعم وتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، والمرة دي بمحافظة الإسماعيلية وبحضور عدد كبير من أهلينا في محافظة الإسماعيلية بمختلف فئات المجتمع. يوم جميل جدا، كلنا سعداء. أنا كنت بدعي الناس بحب وفرحة، لأن ما ينفعش غير الرئيس يكمل بينا. اشتغلنا على ندوات في كافة أنحاء المناطق الإسماعيلية والقرى والمراكز، الندوات مستمر، يعني كل يوم في ندوة بنتكلم عن دعم سيادة الرئيس الجمهورية، بنتكلم عن إنجازات سيادة الرئيس الجمهورية خلال الفترة السابقة. المؤتمر شهد حضور أكثر من 1000 مواطن لتأييد المرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي في لفتة تمثل رد الجميل لما شهدته المحافظة من إنجازات غير مسبوقة على مدار السنين اللي فاتت، وفي نفس الوقت من أجل استكمال سلسلة الإنجازات. كل يوم إسماعيلية بتبعت رسالة بتقول إن شعب الإسماعيلية وراك في فخامة الرئيس، وإحنا كلنا بنؤيدك، وإن شاء الله يوم 10 و11 و12 أهل الإسماعيلية كلهم هيبقوا أمام السندة دي وهيظهروا بشكل مشرف. ده كله الدعم وتأييد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل قراراته، وإحنا وراه إن شاء الله، لأن إحنا شايفين دعمه للقضايا الفلسطينية، والشعب المصري كله كان مبسوط. ده يوم رد الوفاء لسيادة الرئيس اللي تحمل الأمانة وتحمل في وقت صعب جدا جدا جدا، في وقت كانت الدولة فيه في خطر، والنهاردة احنا ده نعتبره يوم رد الوفاء، رد الجميل، شكرا على المشاريع اللي اتعملت في اسماعيلية هنا تحديدا، لان انا من محافظة اسماعيلية، واهمها قناة السويس الجديدة اللي فتحت افاق كبيرة جدا. مؤتمر الاسماعيلية بيجي ضمن سلسلة مؤتمرات حكاية وطن بمحافظات الجمهورية، واللي بتتناول الحديث عن الإنجازات اللي بتتم بالمحافظة واللي بتقدمه مؤسسات التحالف الوطني وكياناته من دعم كبير في كافة الأصعدة وعلى مستوى عدد كبير من المشروعات القومية بكافة القطاعات الخدمية والتنموية. دلوقتي نروح لمؤسسة حياة كريمة اللي نظمت فعالية كبرى ضمن مبادرة بيتك عمران لتسليم 70 مشروع اقتصادي ما بين مشروعات حرفية ومهنية للحالات المستحقة للدعم بمحافظة المنيا. ده كمان بالإضافة لتوزيع المساعدات الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا والفئات الأولى بالرعاية.
استكمالا لجهود مبادرة بيتا كامران اللي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع جمعية الأرمان، انطلقت مرحلة جديدة من مراحل الدعم، والمرة دي لأهلنا في محافظة المنيا لتسليم مشروعات تمكين اقتصادي للأسر الأكثر احتياجا. هذا الدعم بيوجه لهؤلاء الأهالي من أجل تطوير هذه المشروعات، هي مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر. هذا المبلغ سيحدث طفرة في هذه المشروعات ويؤدي لأنها يعني تتحرك بشكل أكبر يتم تطويرها. عندنا قاعدة بيانات عريضة لكل هذه الحالات في جميع مراكز محافظة المنيا، كذلك الأمر أعضاء أو متطوعي مؤسسة حياة كريمة بالمحافظة شاركوا معنا في اختيار هذه الحالات وفي ترشيحها. بنختار الحالات اللي هي تستحق الدعم، اللي هي عندها القدرة على إنجاح المشروع وعلى الاستمرارية فيه. المرة دي حياة كريمة والأرمان بيقدموا لحوالي 70 مواطن من أهل المنيا، وكالعادة قرض لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بقيمة 30,000 جنيه، وده عشان أصحاب المشاريع يقدروا يكبروا مشاريعهم سواء بتوفير مواد خام أو معدات تساعدهم على زيادة الإنتاجية. فتح دكان صغير على قد كده وعايزه اكبر مشروعي، وبشكر الجماعه الناس كلها اللي وقفت معايا بشكرها وخلت امل لبكره ان مصر فيها رجال وفيها كده هتساعدنا عن مشروع وكل حاجه، وبعد كده لما نكون كويسين معاهم في السداد هيدونا منحه اكبر من كده وهيتابعوا مشروعنا معانا اول باول. انا بدات المشروع بتاعي من 10 سنين واللي بتدوه لي جمعيه حياه كريمه دي وجمعيه الارمان هيزودوا اكتر يعني. مشكور حياه كريمه وجمعيه الارمان اللي اعطتنا فلوس كبرنا مشاريعنا. بيتك عمران مبادره اطلقتها حياه كريمه وبتمثل جزء من كل في منظومه بتشتغل زي الساعه، هدفها الاول هو دعم وتمكين المواطن المصري لتحسين الحاله المعيشيه وتحقيق مبدا الحياه الكريمه في كل بيت من بيوت المصريين. متواصلين مع حضراتكم في صباح الخير مصر، ولكن خلونا دلوقتي نروح لفاصل سريع ونرجع نكمل فيه فقرتنا بعد هذا الفاصل. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد. معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل الحرارة على جنوب البلاد. بالليل الجو هيكون مائل البرودة على أغلب الأنحاء. في شبورة مائية الصبح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري السواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتورة منار. دكتورة منار معنا؟ صباح الخير على حضرتك أستاذة هالة، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك، طمنينا أخبار الجو إيه النهاردة؟ احنا طبعا الحمد لله عندنا استقرار تام في الاحوال الجويه في معظم محافظات الجمهوريه، بالاضافه كمان اعتدال في سرعات الرياح على اغلب الانحاء، ويمكن ده بدوره هيؤدي لاحساسنا اكثر بالاستقرار في الاحوال الجويه. طقس مشمس خلال فتره النهار في معظم المحافظات، فده هيخلينا نحس بالاجواء المستقره الخارجيه اللطيفه فتره النهار بشكل كبير في معظم محافظات شمال البلاد، السواحل الشماليه، الوجه البحري، القاهره الكبرى، شمال الصعيد. العظمى اليوم المتوقعه على القاهره الكبرى هتكون 23 درجه مئويه، وده يعتبر حول المعدلات او اقل من المعدل الطبيعي بحوالي درجه. اجواء نقدر نوصفها ان هي معتدله تماما على المحافظات الجنوبيه اللي هي جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار وتحديدا بيكون في فتره الظهيره، لكن فور غياب اشعه الشمس ودخولنا في فترات الليل طبعا بيحصل انخفاض في قيم درجات الحراره بشكل كبير، بيكون الانخفاض ده ملموس اكثر ومحسوش بيكون في فترات الليل المتاخر اللي هي ساعات الفجر وفتره الصباح الباكر، يمكن الاوقات دي اللي بنسجل فيها درجات الحراره الصغرى واللي بتوصل ل 14 درجه مئويه على القاهره الكبرى. خلينا ناكد ان المدن الجديده، الاماكن المفتوحه، الاماكن اللي فيها ظهير صحراوي بشكل كبير بتحس بالبروده اكتر والاجواء طبعا البارده في معظم محافظات الجمهوريه خلال فترات الليل، لان كمان الكتل الهوائيه اللي بتاثر علينا كتل الهوائيه نسب الرطوبه فيها منخفضه، ده يخلينا نحس بمزيد من البروده ومزيد من الانخفاض في قيم درجات الحراره. الظاهره الجويه المؤثره معانا خلال اليوم او الايام المقبله هي الشبوره المائيه، وحتى كمان الشبوره المائيه الموجوده معانا شبوره مائيه مش هتاثر تماما على حركه المرور،
وبتظهر طبعا على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المصفحات المائيه انخفاضات طفيفه في الرؤيه الافقيه، وبتبدا تتلاشى وتختفي مع سطوع اشعه الشمس. كمان حركه الملاحه البحريه على البحرين عادت لطبيعتها بشكل كبير، البحرين اصبح معتدلين ومؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه، نقدر نستمتع بالاجواء بشكل كبير، لكن لازم نخلي بالنا من البروده، ولازم خلاص نرتدي الملابس الشتويه على مدار يا دوبك بالظبط، وخاصه كمان لو احنا بنخرج فتره الصباح الباكر او بنرجع من اشغالنا فترات الليل المتاخر لازم يكون معانا جاكيت ونرتدي الملابس الشتويه، وما زلنا في فصل الخريف، فمهم جدا المتابعه اليوميه للنشرات الجويه لان الخريف دايما بيحصل فيه تغيرات سريعه في حاله الطقس من يوم للتاني. طب بالنسبه لفرص الامطار يا دكتوره منار؟ هي طبعا فرص الامطار مش موجوده معانا بشكل كبير اليوم وغدا، يعني ما في تلاشي فرص الامطار في معظم محافظات الجمهوريه لان الاجواء مشمسه بشكل كبير الحمد لله، ويمكن حتى مطلع الاسبوع اللي جاي هيكون في استقرار في الاحوال الجويه. نشكر حضرتك دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي بهيئه الارصاد الجويه. تعالوا مع بعض دلوقتي نتابع درجات الحراره المتوقعه النهارده في القاهره والمحافظات، وهنبدا من القاهره درجه الحراره العظمى فيها 23 والصغرى 16 والعاصمه الاداريه 24 15، الاسكندريه 23 15 والعلمين الجديده 22 13، مطروح 24-13 ودمياط 21-16، بورسعيد 22-17 والإسماعيلية 24-15، أما في السويس 23-15 وفي العريش 22-14، كاترين العظمى فيها 17 والصغرى 7 وطابة 22-15، حلايب 26-22 وشلاتين 28-20، شرم الشيخ 27-17 والغردقة 27-16، في الفيوم العظمى 23 والصغرى 12، في بني سويف 23-12 أيضا، في الوادي الجديد 26-11 وفي أسيوط 24-11، سوهاج 25-13 وإنا 26-13، الأقصر 27-14 وأسوان 28 والصغرى فيها 15. وبكده خلصت نشرتنا الجوية المفصلة، عودة مرة تانية دلوقتي لمصطفى وجمانة ومتابعة فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا هلا. شكرا. أحيانا الجهود المصرية نجحت في تنفيذ مرحلة جديدة من تبادل الأسرى والمحتجزين بشكل احترافي، خصوصا أن ملف الأسرى بيعتبر هو الملف الأصعب في بنود الهدنة بين المقاومة وبين قوات الاحتلال. أحيانا كمان مصر حريصة على تنفيذ هذا البند بشكل كامل. خلينا نروح سريعا للدكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية نتعرف منه على تفاصيل أكثر بخصوص هذا الملف. بنصبح على حضرتك يا دكتور، صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا استاذ مصطفى، اهلا وسهلا. دكتور حسن، يعني ربما يعني ان تكون وسيطا وخصوصا مع طرف زي الاحتلال الاسرائيلي بيغير من طلباته في اللحظه الاخيره، اعتقد انه ده يعني حجم كبير جدا من المجهود. دائما ان تكون وسيطا يعني شيء سهل، لكن ان تكون وسيطا وبتتوسط من اجل افراج اسرى من الجانبين يبقى شيء اصعب بكثير. حجم المجهود يعني من وجهة نظر حضرتك عامل ازاي؟ يعني خليني اقول لحضرتك يا استاذ مصطفى، يعني حقيقة مهمة جدا ان مصر دولة كبيرة وحجم تأثيرها في اقليمها وفي العالم هو حجم كبير للغاية، ويمكن تحركها دائما في القضية الفلسطينية هو تحرك نزيه دون اجندات، ويمكن ده اللي بيكسب مصر كوسيط مصداقيتها لدى الطرفين. طيب. لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي من ناحية ولدى الفلسطينيين من ناحية. طيب. أخرى عايز أضيف لك كمان أنه مصر لديها خبرة كبيرة لدى المفاوض الموجود ولدى الدبلوماسية المصرية خصوصا في التعامل مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي. العاملين دول الحقيقة هم اللي بيخلوا مصر دائما هي الوسيط الأقوى والأكثر تأثيرا، يعني عند محاولة تهدئة الأوضاع أو تحقيق تقارب في وجهات النصر، ويمكن ده ظهر كما تعلم حضرتك في أكثر من موقف، كان منها مثلا صفقة الجندي شاليط اللي تم يعني مبادلته بعدد 1000 من الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية. نيجي بقى للوقت الراهن، بالتأكيد الوقت الراهن وحالة العدوان اللي مارستها سلطات الاحتلال على سكان قطاع غزة كانت الأخطر من نوعها، ربما لا تكون الأولى ونتمنى أن تكون الأخيرة، لكن كانت الأخطر من نوعها الحقيقة، وكان هناك حالة من حالة التعنت والصلف الإسرائيلي، وأن تضرب سلطات الاحتلال عرض الحائط
بكل الضغوط والإملاءات ومحاولات يعني التوفيق وجهات النظر أو غيره، حتى القرارات الدولية. ولعلي أذكرك وأذكر السادة المشاهدين الكرام بأنه مجلس الأمن استصدر قرار بضرورة تطبيق هدى إنسانية لم تنصع لها إسرائيل ولم تستجب له إسرائيل، استجابت للمفاوض المصري، استجابت للمفاوض المصري الذي استطاع بحق أن هو يمارس الضغوط الكفيلة بإمكانية التوصل إلى هذه الهدنات، خصوصا أن المسألة كانت مرتبطة بهدف من الأهداف المعلنة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بعد أن فشلت عسكريا في تحقيقه، وهو إخراج المحتجزين لدى حماس. استمرار الهدنات واستقرارها 4 أيام ثم تمديدها يومين آخرين، ما يتردد حول تمديدها يومين آخرين، بالتأكيد احتاج إلى جهد كبير جدا من المفاوض المصري لكي يتم التوصل إلى هذا الهدف. لكن عايز أقول لك أنه هذا الأمر هو شهادة نجاح جديدة للقيادة السياسية المصرية وللدبلوماسية المصرية في مجال الوساطة النزيهة. دكتور حسن، الحقيقة يمكن من 2008 ومنذ بدء اندلاع المواجهات بين المقاومة الفلسطينية وبين قوات الاحتلال، مصر كانت دايما حاضرة وبقوة، يعني يا إما كانت تحاول حتى منع حدوث أي تعدي أو حتى تحاول أنها تهدئ من وتيرة الصراع الدائر على الأراضي الفلسطينية. عايز أعرف من حضرتك العناصر اللي بترتكز عليها الدولة المصرية عشان تقدر تدير هذا الملف بشكل احترافي وأنها قدرت تكسب الثقة دي على مدار سنين كتير جدا. طيب خليني أقول لحضرتك يعني من البداية كده وحتى قبل 2008 طبعا. يعني الكل يعلم أن الدولة المصرية قدمت الكثير وما تزال للقضية الفلسطينية على كل المستويات، سواء المستوى السياسي أو المستوى العسكري أو المستوى الإنساني أو غيره، وكانت أكبر داعم وكانت الأسرع دائما في كل عدوان تمارسه سلطات الاحتلال لدعم الفلسطينيين. ويمكن يعني هذه التدخلات المستمرة عبر سنوات هي التي أكسبت مصر أمرين أساسيين، أكسبتها ثقة موجودة، لأنه التحرك المصري كان واضحا تماما أنه بلا أغراض بلا أجندات سوى فعلا حل القضية الفلسطينية وتحقيق المصلحة الفلسطينية وإقرار السلام في المنطقة. يعني مصر كانت دائما وما تزال داعية لتحقيق السلام ووقف العدوان بأي شكل من الأشكال. الأمر الثاني أن هذه الممارسات على مدار سنوات أكسبتها خبرات حقيقية استطاعت من خلالها تجاوز كثير جدا من التحديات، ويمكن ده ظهر في أكثر من موقف، أنه في كل مرة يحدث فيها العدوان كانت مصر تسارع للتوصل إلى تهدئة، وكانت مصر تسارع إلى تثبيت هذه التهدئة، وهما كانت تنجح فيه بشهادة العالم وبشهادة الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي. وفي كل مرة أيضا المسألة تتجاوز هذا الأمر إلى إعادة الإعمار، فكانت مصر هي السباقة دائما للدخول إلى القطاع لإعادة الإعمار وإعادة مقومات الحياة إلى داخل القطاع. هذا المكون عايز أقول لحضرتك أنه مكون في غاية الأهمية، ويمكن الناس لابد أن تنتبه معنا إلى أن السياسة المصرية في فكرة إعادة إعمار القطاع والاحتفاظ به كمنطقة قابلة للحياة كان يعكس بعد رؤية وبعد نظر كبير للسياسة المصرية، خصوصا في ضوء ما ظهر من مخططات إسرائيلية لتهجير سكان القطاع سواء إلى سيناء أو إلى أراضي دول عربية أو إلى أراضي دول أجنبية. فأحد الأمور المهمة التي تجعل الفلسطينيين وهم متمسكون بأرضهم تجعلهم يتمسكون أكثر بأرضهم دون ضغوط وتوفير مقومات الحياة الأساسية أكيد. وده يمكن كان أحد أدوات الضغط اللي بتمارسها سلطات الاحتلال، لكنها تحطمت على صخرة السياسة المصرية الواعية. دكتور حسن، يعني بالتأكيد يعني هناك عدد كبير من الصعوبات اللي بتواجهها الدبلوماسية المصرية سواء مع الجانب الإسرائيلي أو مع الجانب الفلسطيني، ملف زي ملف إطلاق الأسرى أو إطلاق سراح المحتجزين، أعتقد أنه ملف فيه تفاصيل كتير، يعني أبرزها إيه؟ عايز أقول لك حاجة يا أستاذ مصطفى. طبعا ملف الأسرى هو أولا هو ورقة الضغط الأساسية الموجودة لدى حماس، يعني وكانت الورقة التي تلوح بها حماس أكثر من مرة صحيح. لكن ورقة الضغط دي الحقيقة لم تمنع إسرائيل في أنها يعني تمارس عدوانها على مدار قرابة 50 يوما، وأسقطت يعني حوالي 14 ألف شهيد وآلاف
المصابين. لكن بالتأكيد أيضا هذا الملف له أهميته في الداخل الإسرائيلي، لأنه كان بيمثل ورقة ضغط أخرى على حكومة نتنياهو، وكانت أحد الأهداف التي أعلنها حتى يبقى في المشهد السياسي. كل طرف سواء حماس أو إسرائيل كلاهما كان يبحث عن أعلى مكتسبات ممكنة. هنا الصعوبة الحقيقة أنه الوسيط النزيه، وأنا أؤكد على كلمة النزيه لأنه أنا ما بقولش أن مصر هي الوسيط الأكثر نزاهة، الوسيط النزيه الوحيد بين الطرفين، وأنا يعني أقول هذا الكلام يعني عن خبرة وعن يعني دراسة للدور المصري عبر السنوات، أن مصر هي الوسيط النزيه الوحيد في هذا الإطار، حاولت تحقيق التقارب وحاولت يعني تجاوز كثير جدا من العقبات خصوصا في اللحظات الأخيرة، سواء فيما يتعلق بفكرة أقدمية الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية، ويمكن ده كان أحد العقبات أنه حماس اتهمت إسرائيل بأنها تخل بالاتفاقات وبنود الاتفاق الخاص بالهدنة، سواء بالنسبة لخروج أسر المحتجزين كاملة من جانب حماس، لأنه أحيانا يخرج الابن أو الابنة ولا تخرج الأم أو الأب، يعني لا تخرج الأم. فكان في تفاصيل الحقيقة دقيقة جدا فيما يتعلق ببنود هذه الهدنة، عدد المحتجزين اللي بيخرج يساوي يوما معينا، كل دي الحقيقة كانت تحتاج حنكة حقيقية من المفاوض المصري حتى يتم تنفيذ بنود اتفاق الهدنة بسلام، وهو ما تم حتى اللحظة. الحقيقة كتير جدا من العقبات اللي كانت متداولة حتى في وسائل الإعلام ويعلن عنها من هذا الطرف أو ذاك، استطاع المفاوض المصري بحنكة وبموضوعية وبضغط كبير على الطرفين، لأن هناك رغبة حقيقية مصرية في التهدئة ومنع تفاقم الأمور، استطاع أن هو يحقق هذا الهدف وهو استمرار وتثبيت هذه الهدنة وصولا إلى تمديدها. ولكن المتصور بقى أن الجهد المبذول هو أن نصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وربما تكون هذه هي العقبة الأساسية التي سوف تواجه المفاوض المصري، لأنه الإسرائيليين يرفضون تماما مسمى وقف دائم لإطلاق النار، فربما يكون الحنكة المصرية في إمكانية التمديد إلى هدن مؤقتة حتى وإن لم تأخذ شكل الوقف الدائم، وشهدت من وقت لآخر مناوشات بين الطرفين. دكتور حسن، بالحديث عن العقبات التي تواجه المفاوض المصري تحديدا في هذه الهدنة، يعني إن كان في الأيام الأساسية للهدنة الأربع أيام الأولى أو حتى في اليومين الإضافيين، كان من ضمن العقبات أيضا أنه حصل بالفعل أكثر من خارق لبنود هذه الهدنة. إزاي المفاوض المصري بيقدر أنه يثبت هذه الهدنة ويقدر حتى أنه يتعامل مع الجانبين أو مع الطرفين ويقدر أنه يلزمهم بضبط النفس؟ هو ده طبعا من اهم العقبات اللي بتواجه المفاوض المصري، لانه يعني كلا الطرفين يعني على المحك، ويمكن حصل خروقات انه يعني ضرب قذائف على محيط مدينه غزه وحي الشيخ رضوان، في المقابل ردود من المقاومه الفلسطينيه. بالتاكيد يعني الهدنه هي هدنه هشه، اصعب تحدي ان تكون هذه الهدنه هدنه هشه وان يكون الطرفان يعني مستعدين للدخول في جولة جديدة من أعمال العنف في أي لحظة. ده بالتأكيد من أهم التحديات اللي بتواجه المفاوض المصري، ولكن حقيقة يعني ثقة مصر ومصداقيتها والجولات المكوكية التي تتم بين الطرفين والاتصالات المستمرة بين الطرفين لاحتواء أي يعني خرق منعا لتفاقمه، أعتقد أنه هو لعب دور كبير جدا في خروج الهدنة بهذه الصورة. يعني ما كانش متصور الحقيقة أنه بعد 50 يوما من العدوان أن نصل إلى هذه الهدنة، وهي هدنة تم تنفيذها بصورة جيدة للغاية، وتم فيها تحقيق هدف مهم وهو خروج المحتجزين وخروج أسرى من السجون الإسرائيلية. ولكن المشكلة الأكبر الحقيقة أنه كان هناك يعني ما يتردد حول صفقة أخرى يخرج في مقابلها كل الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، هي صفقة الكل أمام الكل، أنه كل المحتجزين الموجودين لدى حماس في مقابل كل الأسرى
الفلسطينيين الموجودين في السجون الإسرائيلية، وما تردد حول أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي رفضت هذه الصفقة رفضا باتا، لأنه بالتأكيد هناك رفض أيضا في الداخل الإسرائيلي لعملية التهدئة مع حماس. هناك أطراف يعني شديدة التعصب وشديدة التطرف، منها بن غفير طبعا الذي طالب نتنياهو بنقض الهدنة، ولكن يبدو أن الجهود المصرية حتى الآن نجحت وبامتياز في تثبيتها ولو حتى مؤقتا. صحيح. طيب بالحديث أيضا عن كون يعني هذا الأمر وهو أمر الأسرى أو المحتجزين لدى حماس هو الورقة الوحيدة، ربما شفنا يعني الجهود المصرية من أيام جلعاد شاليط كيف كانت، يعني رغم أنه كان جندي واحد إلا أن هذا الأمر استمر طويلا جدا، يعني أخذ وقت طويل جدا عبال ما هذا الجندي يتم الإفراج عنه أو مبادلته بعدد كبير من الأسرى داخل سجون الاحتلال. إحنا هنا بنشوف ربما موقف مغاير يا دكتور حسن، والموقف ده يعني بيؤكد أن حماس لا تمتلك سوى هذه الورقة. كيف تتمسك حماس بهذه الورقة، وكيف أيضا تضعف إسرائيل هذه الورقة لدى حماس؟ شوف، بالتأكيد كل طرف بيحاول أن هو يعني يحقق أعلى مكاسب ممكنة، ويمكن ما يدور في الكواليس كما نعلم أنه يعني حماس لا تمتلك كل العدد، يعني حتى لا يمكن حصر العدد الموجود من المحتجزين لدى حماس. يعني حماس لديها مجموعة، يمكن المجموعة العسكرية، لكن هناك مجموعة مدنية موجودة لدى فصائل أخرى يعني تشترك مع حماس في عمليات المقاومة وموجودة لدى أطراف مختلفة. يعني ودي الحقيقة أحد أوراق الضغط اللي بتمارسها حماس لفكرة تمديد الهدنة، إنه يعني إعطاء الفرصة لفترة أطول للبحث عن عدد أكبر من المحتجزين، خصوصا أن العدد غير محدد لدى حتى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتصريحاتهم. يعني سلطات الاحتلال الإسرائيلي أكدت أكثر من مرة أنه لا يمكن حصر العدد الحقيقي أو النهائي من المحتجزين لدى حماس، ويمكن ورقة الضغط اللي بتستخدمها حماس خصوصا لتمديد الهدنة. تمديد الهدنة بالنسبة للطرفين مسألة مهمة، لأنه كليهما مطلوب منه إعادة التفكير في المرحلة المقبلة، إعادة التموضع حتى في حال وجود سيناريو استئناف العنف أو العدوان. حتى في نفس الوقت الهدنة بتمثل لسكان القطاع نفسهم فرصة لإدخال مزيد من المساعدات، ويمكن ده اللي كانت بتدفع مصر في اتجاهه بقوة كبيرة جدا. وطرحت مصر كمان يا أستاذ مصطفى أمر أنه عدم ربط فكرة المساعدات بإنهاء صفقة المحتجزين. يعني فكرة المساعدات لابد أن تكون منفصلة تماما، لأنها مرتبطة بأمور إنسانية، مرتبطة بمقومات الحياة داخل القطاع، وليست مرتبطة بقضايا سياسية في مقدمتها ملف الأسرى. في المقابل إسرائيل بالتأكيد بتسعى إلى إضعاف هذه الورقة والتهديد دائما بأنها فور انتهاء الهدنة سوف تواصل عملياتها العسكرية، وليس هناك دليل على ذلك أبرز من زيادة حجم الميزانية السنوية لصالح الحرب على حماس. يعني أنا لا أتصور أنه يعني زي ما بنقول في العلوم السياسية هناك ما يسمى بالرشادة في اتخاذ القرارات. سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاوزت كل ما هو يعني مرتبط بهذا الأمر، لا توجد رشادة على الإطلاق. كل ما يهم نتنياهو هو وجوده في المشهد السياسي، كل ما يهمه هو أن يخرج بأقل خسائر ممكنة لذاته، لأنه سوف بالتأكيد سوف يتعرض لإجراءات صارمة حال خروجه من الحكومة. للأسف الشديد الخاسر في هذه الأمور هم الشهداء الفلسطينيون الذين يسقطون جراء العدوان الإسرائيلي الغاشم. بكل تأكيد. دكتور حسن، سريعا جدا، الحقيقة برغم من دور المصري القوي كوسيط بين المقاومة وقوات الاحتلال، إلا أنه بنشوف مزايدات على الدور المصري. بتشوف يا فندم تبرير هذه المزايدات دي إيه؟ هقول لك على حاجة، معلش، يعني هذا قدر الكبار، هذا قدر أن مصر هي دولة كبيرة، هي الدولة العربية الكبرى، هي الشقيقة الكبرى، هي التي ترعى أمور العرب جميعا. طبيعي جدا أن تتعرض مصر لكثير من المزايدات، ولكن التاريخ والوقائع ثابتة وتؤكد أن الدور المصري كان الدور الأبرز، وما يزال هو الدور الأبرز، وما يزال هو الدور الوحيد الذي من خلاله يمكن التوصل إلى تسوية لهذا الصراع. مصر هي دولة مفتاحية في منطقتها العربية وفي إقليمها وفي الشرق الأوسط، والكل يعلم ذلك، ولكن لن تخلو طبعا من محاولات التربص
ومحاولات المزايدة التي تتحطم دائما على صخرة الحقائق والوقائع. بالتأكيد، لأنه منتهى البساطة يا دكتور حسن، يعني ما تقوم به مصر والدور اللي بتلعبه مصر وانطلاقا من دور الواجب، يعني مصر ترى أن هذا هو واجبها كدولة كبرى. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور حسن سلامة أستاذ العلوم السياسية، شكرا لحضرتك. شكرا جزيلا يا فندم. وخلينا ننتقل سريعا مع حضراتكم لموجز لأهم وآخر الأنباء بصحبة زميلتنا هلا الحملاوي. تفضلي هلا. شكرا مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مع وزير العدل عمر مروان، حيث اطلع الرئيس السيسي على أبرز محاور تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة ويرفع من كفاءتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية. ووجه الرئيس السيسي خلال الاجتماع بمواصلة العمل لإنشاء مراكز حديثة لإيداع السيارات المتحفظ عليها وميكنة العمل بتلك المراكز بما يتسق مع القانون ويضمن حماية المركبات ويحقق هدف الاستفادة منها. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد، ناقش الزعيمان خلال الاتصال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وهو ما ثمنه الرئيس التونسي. وقد اتفق الجانبان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار والتحرك العاجل لتقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي القطاع، مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية. ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل التي تتم برعاية مصرية قطرية، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 30 أسيرا فلسطينيا بينهم 15 امرأة و15 طفلا من سجن عوفر العسكري غرب مدينة رام الله ومن مركز احتجاز في مدينة القدس المحتلة. من جانبها أفرجت حركة حماس عن مجموعة جديدة من المحتجزين هم 10 إسرائيليين وأجنبيان، وذلك بعد تمديد الهدنة لمدة يومين. أفاد مسؤولون أمريكيون كبار أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر إسرائيل من أن الهجوم المرتقب في جنوب قطاع غزة يجب أن يتجنب النزوح الجماعي للمدنيين. وقال مسؤول أمريكي أن حجم عمليات النزوح التي حصلت في شمال القطاع يجب ألا تتكرر في جنوب غزة، مشددا على أن الرئيس بايدن ومساعديه أكدوا على هذه النقطة بطريقة واضحة جدا لدى الحكومة الإسرائيلية. وأضاف المصدر نفسه أن إسرائيل التي أعلنت أنها ستواصل الحرب بعد الهدنة السارية حاليا أدت تقبلا لهذه التحذيرات. انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومتطوعون في قطاع غزة، انتشلت جثامين 160 شهيدا من تحت الأنقاض ومن الشوارع والطرقات خلال 24 ساعة الماضية. وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 15,000 شهيد، بينهم أكثر من 6,150 طفلا وأكثر من 4,000 امرأة. وتشير المعطيات غير النهائية إلى أن نحو 6,500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا، بينهم أكثر من 4,700 طفل وامرأة. ومنذ بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة صباح الجمعة الماضي تحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون انتشال ما أمكن من جثامين الشهداء بما يتوفر لهم من إمكانات. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة الاقتحامات والاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاحتلال اقتحم مدينة جنين واشتبك مع مسلحين فلسطينيين. كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال احتجزت طواقم الإسعاف أمام مستشفى جنين. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء.
أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن القوات الأمريكية لم تستهدف بأي هجمات في سوريا والعراق منذ بدء الهدنة بقطاع غزة. وفي الوقت نفسه قال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر إن الجيش الأمريكي أوقف تحليق المسيرات لأغراض الاستطلاع فوق قطاع غزة خلال فترة الهدنة. استهدفت القوات الأمريكية في البلدين بصواريخ وطائرات مسيرة أكثر من 70 مرة منذ منتصف أكتوبر. أسفرت عن إصابة العشرات من العناصر الأمريكية الموجودة في العراق وسوريا. بدأت فترة الصمت الانتخابي للمرشحين في انتخابات الرئاسة خارج البلاد، وتبدأ عملية التصويت بالخارج يوم الجمعة الموافق الأول من ديسمبر، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية تنتهي يوم الأحد المقبل في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقار البعثات الدبلوماسية في دول العالم. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. الرئيس الأمريكي جو بايدن كان ليه تصريحات أكد فيها أنه حل الدولتين هو الطريق أو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل للإسرائيليين والفلسطينيين، وده الحقيقة بيتوافق مع الرؤية المصرية اللي بتتمسك بحل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية. من هنا بيجي سؤال مهم جدا، كيف يمكن الوصول لهذا الهدف، وهل يمكن بالفعل تحقيقه بما يتوافق مع الرؤية الأمريكية أو ما طرحه جو بايدن؟ يعني هل ما قيل من الجانب الأمريكي متوافق مع السياسات الأمريكية السابقة؟ خلينا نستعرض هذا الأمر بالتفصيل. ضيفنا النهاردة اللي موجود معنا عبر تطبيق زوم هو دكتور أحمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبلية في جامعة القدس. أهلا بك دكتور في صباح الخير يا مصر. أهلا وسهلا، صباح الخير، أهلا وسهلا بكم. الرؤية الأمريكية هل هي متوافقة مع رؤية جو بايدن، أم أن كل الرؤساء الأمريكيين لطالما خاضوا في يعني هذا الأمر في العلن وكان في السر رأي آخر؟ برأيي أنه هذا جزء من العلاقات العامة، قرار الرماد في العيون، مجرد ما يسمى بفتح آفاق يعني للفلسطينيين بحيث أن يتم امتصاص غضبهم أو احتوائهم أو التجاوز الهبات أو الانتفاضات التي قاموا بها. الأمريكيون ليسوا جادين على الإطلاق، لو كانوا جادين لكانت يعني منذ ريغان في الثمانينات الذي تحدث عن وطن قومي للفلسطينيين، ولكن حتى اللحظة بعد مرور 40 سنة تقريبا لم يحدث شيء. فكرة حل الدولتين فكرة أصبحت هلامية وغامضة جدا، على الأقل بالنسبة كما يطرحها الغربيون، لأنه اتفاق أوسلو مثلا كان يمكن لاتفاق أوسلو أن يترجم تماما إلى دولة فلسطينية، ولكن واضح أن كانت السياسات التسويفية والتأجيلية ومحاولة إدارة الاحتلال وليس حله، كل ذلك أدى إلى أنه حل الدولتين يعني يتضاءل ويتآكل جدا من خلال عمليات الاستيطان، من خلال عمليات ترسيخ الاحتلال، طرد الناس، محاولة تخفيض السقف القومي والمطالب القومية للفلسطينيين. بالتالي ما برأيي أنه أنا شخصيا أشك كليا فيما يقوله جو بايدن حول حل الدولتين، وأنا أعتقد أنه هذا ذر رماد في العيون، وكما قلت محاولة إدارة علاقات عامة مع الشركاء مع الأصدقاء مع حتى مع الفلسطينيين، ولكن ليس الأمر ليس كذلك. طيب دكتور، الحقيقة لو تابعنا حتى تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن أمس، قال يعني استمرار الحرب سيعطي حماس ما تريده. ده كان تصريح للرئيس الأمريكي جو بايدن، وده يمكن تحول إلى حد ما في الرؤية الأمريكية. يعني كانت في البداية تتحدث أنه يجب أن تدعم إسرائيل لأنه يجب أن تقضي على حماس. عايز أعرف من حضرتك سر هذا التغير ومعنى هذا التصريح إيه يا فندم؟ لا، برأيي أنه حتى اللحظة اللغة الأمريكية هي مش لغة واحدة، هي لغتين. في لغة من جهة لغة تحاول أن تكون متفهمة مراعية
تتماشى مع على الأقل إلى حد ما الشارع الأمريكي الغاضب. حتى هناك غضب في الإدارة الأمريكية نفسها، حتى غضب في وزارة الخارجية. حتى يعني امبارح تفوجئنا بأنه حتى في موظف كبير من السي آي إيه تتعاطف مع الفلسطينيين. بالتالي هي هذه اللغة، ولكن اللغة الأخرى اللي هي أكثر اللي بنشوفها التي نحسها ونشعرها على الأرض هو الدعم الكامل لما تفعله إسرائيل، التبني الكامل للرؤية الإسرائيلية في إدارة الحرب. الآن هل هناك خلافات معينة تكتيكية سياسات يعني قصيرة المدى؟ نعم هناك بالتأكيد، لأنه نتنياهو أصبح عبء على الإدارة الأمريكية، عبء كشخص مش ككيان، لأنه نتنياهو يحاول أنه يعني يتلكأ في تنفيذ الوصايا الأمريكية أو حتى الأوامر الأمريكية، يتلكأ فيها، يؤجلها، يحاول أن يفسرها بطريقته، لكن في نهاية الأمر القرار. لكن دكتور البعض يرى أن بالفعل هناك تراجع إلى حد ما من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، حتى أن هناك أخبار خرجت أمس أنه المسيرات الأمريكية أو الطائرات الأمريكية لم تعد تحلق فوق أراضي غزة أو فوق قطاع غزة وقت الهدنة. صحيح، هذا صحيح، لأنه أيضا الإدارة الأمريكية دفعت أو دعمت باتجاه الهدنة ولإخراج الرهائن الأمريكيين وزيادة المساعدات، ولكن أيضا يجب ألا ننسى أنه الحرب على غزة أو الحرب على الشعب الفلسطيني هو شراكة أمريكية وقرار أمريكي أيضا لأسباب مختلفة. ولكن يعني هذا الأمر يجب أن لا يعمينا وكأنه الإدارة الأمريكية في واد والحكومة الإسرائيلية في واد. لا، مش صحيح هذا الكلام على الإطلاق. ولا أيضا ولا يجب أن نصدق أنه إسرائيل ترفض الآراء الأمريكية أو كل ما يحدث هناك، لا ترفضها، تؤجلها، تفسرها بطريقة مختلفة، تعمل على محاولة إفراغها من مضمونها. ولكن إسرائيل لا تستطيع أن ترفض لأمريكا طلب على الإطلاق. ولهذا السبب ما أقوله أنه الضغط يجب أن يكون على الإدارة الأمريكية، إقناع الإدارة الأمريكية بضرورة حل الدولتين كما نرى وكما يرى أيضا القيادة المصرية، حل وقف الحرب كما نرى نحن مش كما ترى إسرائيل. وحتى نكون واضحين أكثر هنا، الإدارة الأمريكية لها رؤية حول غزة. هذه الرؤية يبدو من الخارج وكأنها يعني تفضلي. لا يا فندم تفضل. تفضلي سيدتي. لم أقل شيئا يا فندم تفضل. لا أنا متأسف. ما أقوله أنه قد يبدو أن الموقف الإدارة الأمريكية إلى حد ما مختلف عن ما تفعل الحكومة الإسرائيلية، ولكن في نهاية الأمر على الأرض نحن نرى أن هذا الأمر متطابق أو الرأيين متطابقين في استمرار الحرب على قطاع غزة، محاولة ترتيب البيت الفلسطيني كما تريد إسرائيل، محاولة قيام بسياسات مما من شأنها أن تخرب وتدمر وتقتلع القطاع غزة، حتى التهجير. الإدارة الأمريكية لم ترفض ذلك فعليا، وبالتالي أنا شخصيا مش مع اللي بتقول إنه الإدارة الأمريكية يعني مختلفة أو متناقضة. لا، هي قد تتناقض مع سياسة نتنياهو، ولكن لا تتناقض مع سياسات الكيان الإسرائيلي، قد تتناقض مع سياسة الطغم الحاكم اللي هي متطرفة جدا، ولكنها أيضا في نهاية الأمر تريد إسرائيل الأمن كامل الأمن، تريد لأنه تنهي أو تفكك الحركة الوطنية الفلسطينية بما يكفل لإسرائيل ضمان الأمن في عموم فلسطين التاريخية. صحيح. طيب يعني بالحديث عن ازدواجية المعايير وفيما يتعلق بحل الدولتين وما قاله جو بايدن النهاردة، يعني الأمم المتحدة بتحتفل بيوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، ويصادف الأمر أن هذه المنظمة هي التي أقرت تقسيم الدولتين، هي التي أعطت لليهود وطنا داخل أرض عربية، وعلى الجانب الآخر تعطي للفلسطينيين يوما للاحتفال بالتضامن معهم. تعليقك مع ازدواجية المعايير الأممية اتساقا مع ازدواجية المعايير الأمريكية. ازدواجية المعايير والنفاق الغربي هذا معروف جدا
حل الدولتين لم يطبق لأنه المجتمع الدولي تكاسل في ذلك أو تناسى ذلك أو تعمد أن يتناسى ذلك، ومنذ 74 سنة لم تقم دولة الفلسطينيين. و كما أنه حل الدولتين أيضا النظام العربي لم يحله من سنة أيضا سنة يعني من سنة 74 سنة حتى اللحظة، لم إلا أيضا النظام العربي تكاسل عن ذلك أو تناسى أو ضعف عن ذلك أو عجز عن فعل ذلك. لهذا السبب إحنا نفوز بكل ما هو رمزي والإسرائيلي يفوز بكل ما هو ملموس وواقعي. بمعنى الإسرائيلي مش بس أقام دولته على القرار 181، لا، والآن بيحتل بعد سنة 1967 احتل كامل فلسطين التاريخية، والقرار 242 338 الذي ينص على إقامة دولة فلسطينية أو الانسحاب من أراضي عام 67 لحد عام 67 إسرائيل رفضت ذلك حتى اللحظة. وبعد 54 سنة الآن عندما ننظر إلى الأرض المحتلة الفلسطينية سنجد أنه من الصعب جدا إقامة دولة فلسطينية، من الصعب بشكل كبير جدا لأنه هناك احتلال راسخ واستيطان منتشر. ولهذا السبب فكرة حل الدولتين، نرجع لحل الدولتين الآن من الصعوبة بمكان، بمعنى حتى أكون واضح، حتى يحدث هذا الحل يجب أن يمارس ضغط على إسرائيل، مش بس ضغط دبلوماسي ولا نصائح من نصائح بايدن، لا، لأن إسرائيل بطغمتها الحاكمة وتوجهها لليمين كجمهور متوجه لليمين من الصعوبة بمكان أنك تقنعه بالانسحاب. لذلك الضغط على إسرائيل هو ضغط حقيقة مش بس دبلوماسي، لا، ضغط مختلف ومتعدد حتى تقوم دولة فلسطينية. لهذا السبب حل الدولتين الآن أصبح قصة كاملة، مش مجرد مطالبة، مش مجرد نقعد على الطاولة، مش مجرد إنه بايدن بكلامه اللطيف الناعم اللي بتحس إنه ماما تيريزا إنه يصير حل الدولتين، مسألة صعبة جدا جدا جدا. الآن في حوالي 220 مستوطنة، فيها حوالي نص مليون إسرائيلي مستوطن، هؤلاء بياخذوا كل شيء عندنا، يعني طبعا احنا بنشارك معهم في كل شيء، الأرض والشارع بياخذوا كل شيء، كل المي، الشوارع، الأرض، الثروات، المي اللي تحت الأرض، الارتوازي، الماء الارتوازي، كل شيء، الفضاء، كل شيء بياخذوه، وبالتالي حتقولهم تفضلوا اطلعوا، لا، قصة يعني بدها جهد هائل. إذن يا دكتور، يعني حضرتك ذكرت في حديثك منذ قليل عن رؤية أمريكية حول قطاع غزة، لكن لو هننظر للصورة الأكبر وحتى الرؤية الأمريكية للأراضي الفلسطينية، إن كانت ضفة القدس أو حتى قطاع غزة، وبالاعتبار أيضا أو بالنظر لمبدأ حل الدولتين، هو بالفعل في أمر واقع إنه في فلسطينيين موجودين في هذه الأرض وهم أصحاب الأرض وفي دولة إسرائيل. يعني وجهة النظر الأمريكية في التعامل مع هذا الموقف هتكون إيه؟ لأنه الوضع سيبقى كما هو عليه، يعني في ناس عايشة في الأرض دي. البرة أخرى سيدتي، الإسرائيل، أمريكا تدير الاحتلال ولا تعمل على إنهائه، تدير هذه الأزمة ولا تعمل على إنهائها، وتحاول جدا أن تجد ألف طريقة وطريقة. لكن أعمالا بهذا المبدأ يا فندم إسرائيل لن تكون في أمان أبدا. يعني دكتور أحمد، يعني أعمالا بهذا المبدأ أنها تدير هذا الاحتلال، الهدف الأول للولايات المتحدة الأمريكية أن تكون إسرائيل آمنة، لن تكون إسرائيل آمنة إذا فقط توقفنا عند إدارة الاحتلال. هذا جزء، كل احترامي لك، كل احترامي لك، هذا جزء من الرؤية الاستعمارية الخاطئة واللي دائما تبقى أنه يعني تقبل عدم الاستقرار من أجل الاحتفاظ بالأرض. وبالضبط هيك، يعني إسرائيل وأمريكا تقبلان إنه يصطدموا ويشتبكوا، ما مش بس مع الفلسطينيين، وحتى مع الإقليم العربي، ومن أجل أن تبقى إسرائيل تحتفظ بالأرض. ليه تحتفظ بالأرض؟ لأنه في تيارات حاخامية وتوراتية تعتقد إنه دولة التوراة في الضفة الغربية المحتلة ويجب الاحتفاظ بها، وبالتالي هم بيغامروا بحروب من أجل إبقاء الاحتفاظ بالأرض. ليه؟ لأنه حتى اللحظة لم يدخلوا حرب حقيقية، لهذا السبب هم بتشجعوا إنه مديروا الاحتلال، يقول لك إنه هاي حروب هادئة منخفضة الوتيرة، بتأثرش على العالم، وبالتالي ممكن نفوت هاي الحروب أو ونتعرض لبعض الخسائر من أجل أن نحتفظ بالأرض. لذلك عندما هنا المسألة إنه عندما تشعر أمريكا وإسرائيل إنهم بيخسروا على مستويات عديدة، عندئذ بيفكروا بتسوية حقيقية. أما حتى اللحظة هم بيعملوا عمليا طرق التفافية، مبادرات، أفكار، قرارات حتى أممية يتم إفراغها من مضمونها، اتفاقات هنا وهناك،
وايضا يتم افراغها بالمضمونه. الجديد انه اسرائيل بتقول انا مستعد او انا استطيع اني اطبع مع العالم العربي دون حل القضيه الفلسطينيه، هنا الخطر الشديد، وهذا ايضا بشجعهم انه ما يحلوا مع الفلسطينيين. لهذا السبب احنا كفلسطينيين يعني بنفوت بخسائر، لانه يعني ايضا بندفع ثمن الخسائر والهزائم اللي حوالينا. بكل تاكيد. طيب هل يعني نحن بحاجه الى تطبيق عملي لهذا الارض؟ يعني المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قالت أن تصريحات بايدن حول حل الدولتين يجب أن تتبعها إجراءات ملموسة. برأيك ما هي هذه الإجراءات؟ روشيتا لصانع القرارات الأمريكي إن أراد أن يحقق فعلا ما قاله علنا. الدبلوماسية العربية برئاسة مصر والسعودية والأردن وكل من يريد واخوتنا في الخليج، هذه الدبلوماسية العربية التي ترى في مصلحتها أن تحل القضية الفلسطينية تستطيع أنه تعمل جبهة إقليمية عالمية دولية من أجل بلورة هذه الخطة، هذا البرنامج، هذا الإجراءات العملية اللي يعني تبدأ من 1-2-3-4 من أجل ضغط باتجاه حل الدولتين، بمعنى أنه يجب أن نخرج من دائرة الكلام والتمنيات والدعوات إلى فكرة التكوين جبهة حقيقية عربية بالأساس، عربية بالأساس تضغط من أجل تشكيل هذه الجبهة الضخمة الكبيرة. أعتقد مش بس أمريكا، لأن أمريكا أثبتت أنها لم تستطع أن تحل، فشلت كراعية، فشلت كوسيط، لا هي شريك، هي شريك في الحرب، وبالتالي لا يمكن لها أن تكون أيضا راعية لعملية تسوية. صحيح دكتور، أعتقد يعني زي ما حضرتك ذكرت إحنا دولية نعم كبيرة من أجل بلورة هذا البرنامج، هذه الإجراءات نعم. من أجل تشكيل الحكومة أو يعني بلورة نعم. زي ما حضرتك قلت يا دكتور، يعني بنؤكد على كلام حضرتك، اعتقد انه بما ان امريكا اصبحت الان يعني بمثابه شريك في هذا الصراع الدائر، فاعتقد ان احنا خلاص تخطينا مرحله الحديث الناعم زي ما حضرتك ذكرت او التصريحات الناعمه. بشكر حضرتك جزيل الشكر دكتور احمد رفيق عوض، رئيس مركز القدس للدراسات المستقبليه بجامعه القدس. في الحقيقة هناك موقف ثابت أعلنت عنه الدولة المصرية من البداية من أجل الحفاظ على الأرض الفلسطينية من خلال رفضنا القاطع لمخطط التهجير. المخطط ده هدفه في الأساس هو تصفية القضية الفلسطينية، هو أيضا ضياع حقوق الشعب الفلسطيني. صحيح، خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على الهاتف السفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجية الأسبق. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وبعد التحية يعني مرة أخرى دور مصري قوي وواضح ورشيد، ويعني دور بيرسخ لفكرة رفض التهجير وخروج أشقائنا من أراضيهم في غزة وتهجيرهم. هذا المبدأ يعني بيحطم الحقيقة أمال وطموحات الكيان الإسرائيلي يعني من جذوره، فبيحتاج مجهود كبير جدا وبيحتاج ثبات قوي جدا. إزاي مصر قادرة أنها تثبت هذه الرؤية وتقاوم أيضا هذا المخطط يعني القديم جدا بالنسبة لهم؟ يعني شوفي، هو موقف ثابت من مصر وموقف ثابت من الشعب الفلسطيني. الشعب الفلسطيني بيرفض التهجير من أرضه ومن بلده، ومصر أيضا بترفض تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية القضية الفلسطينية. الحقيقة الموقف بعض الدول منها مثلا الولايات المتحدة يعني بيكشف معايير مزدوجة وبيكشف يعني نفاق سياسي كبير. الولايات المتحدة بنت حائط على حدودها مع المكسيك لمنع هجرة الشعب المكسيكي وشعب أمريكا الوسطى إلى الولايات المتحدة، وبتطالب من مصر إنها يعني تفتح حدودها لدخول اللاجئين من فلسطين. قضية فلسطين لا تحل بالتهجير، بل بالعكس تزداد تعقيدا وتزداد تأثيرا على الساحة الدولية، لأن كما قلت لحضرتك إن الشعب الفلسطيني نفسه بيرفض فكرة التهجير وتحمل ما لا يتحمله البشر من أجل الحفاظ على أرضه. النهاردة في جرائم حرب، في مجازر دموية بتجري
على أرض مش بس غزة، لا غزة والضفة الغربية أيضا بتعاني معاناة شديدة. صحيح. من أجل إكراه الفلسطينيين على ترك أرضهم وترك بلدهم وهم صامدين على أرضهم أمام هذا الطغيان وأمام هذه الجرائم. صحيح. طب يعني لو استعرضنا ما هي أهم المواقف الأوروبية أو الأمريكية اللي تحدثت في هذا الأمر يا فندم؟ يعني إسرائيل قالت من جانبها أن احنا عايزين نهجر الفلسطينيين عشان يخشوا إلى سيناء، كيف دعمت الدبلوماسية الغربية هذا الأمر؟ يعني شوف الدبلوماسية الغربية برضو يعني دبلوماسية معايير مزدوجة ودبلوماسية نفاق سياسي. كل ما تفعله الدول الغربية هو الصمت على المجازر التي تجرى على الأراضي الفلسطينية، ثم ترسل مواد إغاثة وتتعهد بإعادة بناء ما تم تدميره. وبالمناسبة هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها تدمير غزة، دي يمكن المرة الرابعة أو يمكن الخامسة اللي تعرضت فيها غزة لتدمير شديد ولمجازر شديدة. فهذا ليس شيء جديد، يعني لو كان المجتمع الدولي اللي اتخذ موقف حاسم منذ المرة الأولى ما كانش تكررت هذه المآسي. ولكن الردود الفعل الفاترة وغير الحاسمة أدت إلى التكرار، وفي محاولة لإرغام الشعب الفلسطيني على التخلي عن بلده، ولكن الشعب الفلسطيني صامد وبيجاهد من أجل الحفاظ على بلده. طيب سعادة السفير، الحقيقة يمكن كنا منذ قليل بنتحدث عن المزايدات على الدور المصري، ويعني خلينا نستعرضها مع حضرتك. يعني في البعض تحدث عن أنه مصر كانت قافلة معبر رفح من الجهة المصرية أو من الجانب المصري، والبعض تحدث عن أنه مصر يعني بتساعد في زيادة الحصار على طبعا شقائنا في قطاع غزة، ومزايدات كبيرة جدا على الدور المصري. وده كان بيتزامن مع خروج سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي وكشف هذا المخطط الأزلي الحقيقة لدى هذا الكيان الإسرائيلي، وعن رفضه لفكرة تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية، وتحدث عن خطورة أيضا تطبيق هذه الفكرة. خلينا مرة تانية من خلال حضرتك توضح لنا وتوضح للسادة المشاهدين مدى خطورة تطبيق فكرة التهجير على أرض الواقع، سلبياتها على القضية الفلسطينية، لأنه بكل تأكيد لهذا خرجت المزايدات على مصر. يعني شوفي، أولا دي مزايدات رخيصة لم يقدم أحد لفلسطين قدر ما قدمته مصر. مصر حاربت من أجل فلسطين أكثر من مرة، تحملت ضغوط وتحملت عدوات من أجل موقفها من القضية الفلسطينية. رفض التهجير هو رفض لتصفية القضية. يعني أنت النهاردة إذا أخليتي الأرض من سكانها لم تتبقى قضية. يعني احنا النهاردة قضية فلسطين هي ايه؟ قضية عودة وقضية ثبات على الأرض وقضية رفض الاحتلال. فإذا خرج الشعب من الأرض خلاص هنحقق يعني الاسطوره والاكذوبه اللي كانوا بيروها في بدايه اصلا هذا الاحتلال، وهي فكره ارض بلا شعب. بالفعل هتبقى ارض بلا شعب. فلسطين ارض وشعب منذ الازل طبعا. ومن يزايد على هذا او من ينكر هذا فهو جاهل وهو مغرض، وهذا نفاق سياسي. هناك يعني نسبة، أولا أرض بلا شعب، غزة أكبر كثافة سكانية في العالم، في العالم. إذا كانت القضية قضية أرض بلا شعب، أستراليا تكاد تكون خالية من السكان،
كندا تكاد تكون خالية من السكان، ليس معنى هذا إن إحنا نغتصب أرضهم. فيعني ده برضو يعني بيظهر وبيفضح المعايير المزدوجة اللي موجودة في الكيانات الغربية، بالذات تحالف حلف شمال الأطلنطي وإسرائيل. طيب ونحن نتحدث، ونحن اليوم هناك اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وده يوم أطلقته الأمم المتحدة للتضامن والاحتفال مع القضية أو مع يعني محبي القضية الفلسطينية إنجاز التعبير، وهي ذات المنظمة الأممية اللي أقرت حل، اللي قسمت الدولتين، واللي أعطت لإسرائيل الضوء الأخضر إنها تستوطن هذه الأرض التاريخية. يعني تقول إيه للأمم المتحدة في مثل هذا اليوم يا سيادة السفير؟ يعني شوف، هو زي ما تفضلت وقلت، النهاردة 29 نوفمبر هو اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وده حدد هذا التاريخ بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ عام 1977. الاحتفال مراسمي لتذكير العالم بمعاناة شعب فلسطين. النهاردة بيعقد اجتماع في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف، في مبنى قصر الأمم، بيتم افتتاح المؤتمر بكلمة من مديرة العام للمقر الأوروبي السيدة تاتيانا بالوفيا، بتتلو من خلال بيانها كلمة من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ثم هناك كلمات للجنة التحقيق الخاصة بانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، وكلمة لمندوب من الجامعة العربية، وكلمة للاتحاد الأفريقي، وكلمة لحركة عدم الانهياز، وكلمة للمؤتمر الإسلامي. ودي يعني أنا بعتبرها صرخة من العالم المتحضر ضد البربرية والهمجية والجرائم اللي ترتكبها إسرائيل في غزة. الاجتماع بتاع اليوم بيعقد ظروف خاصة جدا، في وقت بتسيل فيه الدماء في غزة، وبنريد أن ننبه العالم المتحضر إلى المآسي والجرائم التي بتقع على الشعب الفلسطيني. سعادة السفير، خليني يعني استغل وجود حضرتك معانا النهارده في صباح الخير يا مصر. وحضرتك بالفعل شغلت منصب مساعد وزير الخارجية الأسبق. خلينا نعرف السادة المشاهدين يا فندم، إزاي مصر يعني روجت وتروج للقضية الفلسطينية، ولو هنتكلم على أيضا قضية رفض التهجير، وبدأ أيضا ثقة العالم في الرؤية المصرية ودور مصر وكلمة مصر اللي دايما بتطلقها في جميع المحافل تجاه القضية الفلسطينية؟ يعني شوفي، زي ما قلت لحضرتك أن مصر القضية الفلسطينية هي قضية محورية في سياسة مصر الخارجية، من منطلق أولا مسؤولية مصر كالدولة الكبرى في المنظومة العربية، واللي فيها مقر جامعة الدول العربية، والدولة اللي حاربت أكثر من مرة من أجل فلسطين، والدولة اللي راعت منذ البداية منظمة التحرير الفلسطينية، وتبنت القضية في المحافل الدولية، في الأمم المتحدة، وفي المؤتمر الإسلامي، وفي حركة عدم الانحياز، وقامت بجهد كبير من أجل تعبئة المجتمع الدولي لصالح القضية الفلسطينية. وده تاريخ يعني مستمر
من عمره من عمر القضيه صحيح الفلسطينيه. وزي ما قلت لحضرتك ان مصر بتعارض تماما سياسه التهجير، لان سياسه التهجير هي سياسه لتصفيه القضيه الفلسطينيه، لان الارض بلا شعب تفرغ القضيه من مضمونها. المضمون القضيه جوهره الشعب الذي متمسك بارضه والذي لا يريد ان يغادر ارضه ومستعد ان يتحمل كل الجرائم وكل التنكيل وكل الارهاب من اجل الثبات ومد جذوره على ارضه. صحيح، شكرا لك يا فندم. سفير محمد الشاذلي مساعد وزير الخارجيه الأسبق، شكرا جزيلا لحضرتك. فقرتنا مستمرة مع حضراتكم، لكن هنروح لفاصل سريع ونرجع نكمل معاكم باقي فقرتنا في صباح الخير يا مصر. استنونا. مرحبا بحضراتكم مرة تانية. والحقيقة أن التحالف الوطني للعمل الأهلي يساهم بشكل كبير جدا في إدخال المساعدات بأضعاف ما قدمته دول العالم لقطاع غزة. كمان شفنا نماذج الحقيقة متميزة جدا من الشباب المتطوعين ضمن التحالف الوطني ومؤسسة حياة كريمة اللي بيشاركوا في تجهيز الكراتين المساعدات الإنسانية والإغاثية وتجهيز أيضا الشاحنات ومتابعة دخولها من معبر رفح، وأدوار كتير الحقيقة بيلعبها هؤلاء الشباب. في الحقيقة ده بيدحض أي وجهة نظر بتتكلم على الدور المصري أو يعني إيه بتزايد على الدور المصري. وبنظرة بسيطة كده على معبر رفح هنعرف مين أكتر دولة قدمت مساعدات وأكتر منظمات إغاثية بدأت تدخل مساعدات لهذا القطاع المحصر. خلينا نبص لهذا الجهد ونقيم هذا الجهد. معانا وبصحبتنا الأستاذ أحمد موسى عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي. بنرحب بحضرتك يا أستاذ أحمد، صباح الخير عليك وصباح الخير يا مصر. صباح النور يا استاذ مصطفى، صباح النور يا استاذ جمال. اهلا يا فندم. اهلا بك. كلمنا عن حجم المساعدات اللي دخل حتى الان الى قطاع غزه من جانب التحالف الوطني عام الاهلي التنموي. طيب الاول انا يعني شكرا لحضراتكم عشان نوضح الجهد اللي يمكن زي ما حضرتك قلت ان الدوله المصريه كلها بتعمله، متمثلة في القيادة السياسية، متمثلة في المجتمع المدني اللي الحقيقة يعني أنا شايف إن هو في الوقت ده واخد أكبر قدر من الدعم والمساندة بشكل كبير جدا. يمكن سنة 2022 كان عامل المجتمع المدني، وسنة 2023 استمرار لجهد المجتمع المدني في الشغل. يمكن من يوم 7 اكتوبر احنا اشتغلنا بشكل سريع جدا جدا، ان احنا في خلال اقل من 48 ساعه كنا واقفين على طريق الاسماعيليه متوجهين ب 108 تراك. ده اول قافله كانت متوجهه لمعبر رفح. الحقيقه اول قافله دي يمكن يعني اكثر قافله واجهت صعوبات، لانها قعدت زي ما حضراتكم عارفين يعني فتره قدام المعبر لغايه ما دخلت. لو بتكلم على مجموع طوالت بقى القوافل وطوالت الاستجابه للجهود بتاعت المجتمع المدني، انا بتكلم على لو بتكلم على التحالف الوطني فهو مكون من 34 جمعيه ومؤسسه. ال 34 جمعيه ومؤسسه في بعضهم مختص بالاعمال الاغاثيه وبالاعمال اللي بتقدم مساعدات غذائيه ومساعدات صحيه، وقدرنا نوصل يعني ما يقترب حتى الان من 957 شاحنه. الشاحنه الواحده بنتكلم في متوسط من 15 ل 20 طن. فانا عايز اقول يعني ان احنا كمصر ويمكن التحالف الوطني يمكن او كمصر كلها مقدمه اكثر، يعني زي ما سياده الرئيس في استاد القاهره كان بيتكلم حوالي 80% من المساعدات اللي دخلت معبر رفح يعني لغايه دلوقتي. طيب استاذ احمد، يعني حضرتك بتقول يعني بتؤكد على فكره انه مصر مقدمه حتى الان اكثر من 80% من اجمالي المساعدات، بس معلش يعني لو نذكر المشاهدين حتى الان حتى هذه اللحظه عدد الشاحنات اللي دخل الى قطاع غزه من معبر رفح قد ايه؟ احنا بنتكلم تقريبا في حوالي 1500 شاحنه تقريبا متوسط يعني. بنتكلم 1100 او 1150 شاحنه تقريبا من مصر والباقي من بقيه الدول، معدل حوالي 80%. 1150 من اجمالي 1500 شاحنه مقدمه من مصر.
1500 شاحنه مقدمه من العالم، لكن 1200 صحيح. تقريبا او 1150 من مصر. وبيزيدوا طبعا الفتره اللي فيها الهدنه، مفترض ان بيدخل 200 شاحنه في اليوم. فاعتقد ان العدد ان شاء الله يكون يعني بيزيد يوم عن يوم، يعني كل يعني كل يوم وكل لحظه بيكون الوقت اكبر بكثير، يعني الدخول العدد بيبقى اكبر بكثير من اليوم اللي قبله يعني بشكل. طب يعني كلمنا عن ملحمة التكاتف، ازاي انتوا كتحالف وطني اطلقتوا يعني جرس الانتباه للمصري لجموع المصريين، وازاي المصريين من جانبهم استجابوا، وازاي كان في حملات تبرع، وازاي انتقلت هذه الحملات الى هذه الشاحنات ودخلت الى القطاع. يعني كلمني عن المنظومة دي، كيف بدأت وكيف انتهت داخل القطاع؟ طيب انا عايز اقول لحضرتك ان احنا دايما كمجتمع مدني بنقوم بدور الوسيط ما بين المتبرع والمستفيد، وكل ما كان الوسيط دوت وسيط امن بيقدر ان هو يوصل الحاجه بالشكل اللي المتبرع عايزها، كل ما كان المتبرع بيثق فينا وبيقدر ان هو يدينا اكتر وبيقدر ان هو يساهم بشكل اكبر. ده انا بتكلم بشكل عام. لو كان المستفيد هنا اهلنا في غزه، فالحقيقه استجابه المصريين كانت كبيره جدا جدا، لدرجه ان يعني احنا حضرتك الاشياء اللي احنا بنعملها او التجميع اللي احنا بنعمله بيمر بمراحل متعدده، ما بين مرحله ان احنا بيبقى فيه جمع للتبرعات، مرحله ثانيه بيبقى فيه ان احنا بنشتري المنتج، مرحله ثالثه بيبقى فيه تعبئه، مرحله رابعه ان بيحصل زي اللوجيستكس بقى، ان احنا بنشيل كل الحاجات ديت وبنحملها على العربيات اللي هي بتتوجه للمعبر، مرحله بقى بتاعه دخول السواقين وتفريغ الحمولات دي لعربيات ثانيه بتاخدها من الناحيه الثانيه من المعبر من طرف الفلسطيني، ما بين تنسيق بين الهلالين الاحمر والفلسطيني. الحقيقه في كل مرحله من المراحل ديت بيبقى في مساحه كبيره جدا جدا للشغل والتعاون. يعني احنا مثلا لو انا احنا طبعا حضرتك عارف ان التحالف بيتكون من 34 جمعيه ومؤسسه، ال 34 جمعيه ومؤسسه لو بتكلم مثلا عن صناع الحياه اللي هي احد مؤسسات التحالف الوطني، احنا عندنا 20,000 متطوع. احنا عملنا فكره بسيطه جدا، وانا بقول الفكره ديت علشان بقول ان كل مؤسسات التحالف كل واحد عنده حاجه بيعملها بشكل مختلف. الفكره اللي احنا كنا بنطلقها مثلا ان احنا دايما المفهوم ان القاهره او ان المحافظات الكبيره هي اللي بتساعد بس. احنا عملنا فكره من كل بيت في مصر، من كل بيت في مصر لاهلنا في غزه. وعملنا ان احنا ودينا شاحنات كامله فاضيه لمحافظه زي سوهاج، الشرقيه، يعني حتى الصعيد، اسوان، هنا كل محافظات مصر ودينا تراكات فاضيه، يمكن ديت كان في اخر قافله اللي اطلقها سياده الرئيس من الاستاد. ووديناها فاضيه، وحصل تكاتف من المتطوعين ومن المتبرعين سواء بتبرعات عينيه او تبرعات نقديه، ان الشاحنه دي تتحمل من سوهاج، تتحمل من الشرقيه، يعني من كل محافظات مصر ومن كل بيت في مصر انطلقت شاحنات وصلت للاستاد، ومن الاستاد راحت على معبر رفح. واحنا والوقت اللي احنا بنتكلم فيه بيدخل، يعني انا عايز اقول من كتر ما في شاحنات منتظره، ان بيبدا يبقى ايه مثلا يا جماعه هندخل 20 شاحنه من التحالف، والله لا ده في جهه او الهلال الاحمر مدخل 10، يعني في تكاتف كبير جدا ما بين المجتمع المدني، وبقى في نوع من التنافس الخير زي ما بيقولوا ما بيننا، ان احنا يعني كل واحد ازاي ان هو لا انا عايز اودي 20 شاحنه، انا عايز اودي 100 شاحنه، بقى في تنافس ما بين حتى المجتمع المدني وبعضه، واحنا بعتبره تنافس في الخير مع رعاية كامله للقياده السياسيه، ان الحكايه دي ازاي يسهلوا لنا باكبر قدر ممكن دخول هذه الاشياء. فالحقيقه يعني متطوعين، متبرعين، يعني الحقيقه استاذ احمد يعني زي ما حضرتك قلت، لو تسمح لي استاذ احمد، لو تسمح لي، يعني الحقيقه مجهود كبير جدا لو هنتكلم على عمل المجتمعات المدنيه حتى من باب التنافس والتنسيق بينكم وبعض، واعتقد انه هذا الجهد باين على يعني على ارض الواقع. بنتكلم في 1150 شاحنه من اجمالي 1500 شاحنه دخلت الى قطاع غزه. بس يمكن كمان مصر مش بس فكره العمل على ادخال المساعدات الاغاثيه يا استاذ احمد، لكن كمان كان في دعم شعبي
لا يقارن الحقيقة بأي مجهود يعني حد قدمه لأشقائنا في قطاع غزة. عشان كده كنت عايز أسأل حضرتك عن عدد المتطوعين، آلية التطوع أصلا، إن الشباب اللي حابب إن هو يتطوع عشان يقدر يساعد أشقائه في قطاع غزة، كلمني أكتر عن هذه الآلية، وخلينا برضو نعرف منك سريعا جدا بعد إذنك لو حد حابب يتطوع في هذا العمل النبيل يا فندم يعمل إيه؟ طيب زي ما حضرتك قلتي بالظبط ان في تكاتف، وانا عايز اقول برضو اكد على معلومه ان كل يوم الارقام دي بتختلف من يوم ليوم، يعني لو انا بتكلم على رقم من يومين تاكدي ان الرقم ده بيختلف من يوم ليوم، تمام؟ وكل رقم دقيق بيبقى يعني انا عايز اقول كل لحظه، يعني انا ببلغ مثلا ان في 10 عربيات من صناع الحياه، 10 عربيات من بنك الطعام، يعني كل لحظه بيحصل تغير على الارض كبير جدا طبقا للاوضاع هناك وطبقا للدخول، لان خاصه الهدنه بتسمح كمان بدخول لقطاع غزه كله، فالارقام بتبقى شويه متغيره من وقت لوقت، وانا متاكد ان الارقام اللي قلتها دي اكيد كل لحظه الارقام دي بتزيد عن كده. بالنسبه لجزئيه التطوع المتطوعين والتطوع، انا عايز اقول ان حضرتك عارفه لو احنا بنتكلم بشكل عام او عن ان احنا المتطوعين، كان في مؤتمر لو حضرتك تذكره في استاد القاهره كان كتف لكتف، وكان اطلاق حمله داخليه داخل مصر برضو للمساعدات اطلقها سياده الرئيس. احنا في الوقت ده تحديدا كان عدد المتطوعين اللي موجودين في التحالف بشكل عام حوالي 250 الف متطوع موسمي وحوالي اكثر من 75 الف متطوع دائم. طيب يعني يبدو ان احنا فقدنا الاتصال بالاستاذ احمد موسى عضو التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، بنشكرك جزيل الشكر يا فندم. على اي حال خلينا نروح سريعا مع حضراتكم لموجز الهام واخر الانباء بصحبه زميلتنا هاله الحملاوي، اتفضلي يا هاله. شكرا مصطفى. 9 صباحا بتوقيت القاهره، 7 بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من الرئيس التونسي قيس سعيد، ناقش الزعيمان خلال الاتصال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لاستغلال الهدنة الجارية في قطاع غزة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وكذا جهود إدخال المساعدات الإنسانية للقطاع، وهو ما ثمنه الرئيس التونسي، وقد اتفق الجانبان على أهمية العمل على الوقف الدائم لإطلاق النار والتحرك العاجل لتقديم كافة سبل الدعم لإغاثة أهالي القطاع، مع السعي لتحقيق التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية. أعربت دول مجموعة السبعة عن تقديرها لدور مصر وقطر والولايات المتحدة في تأمين الهدنة الحالية في قطاع غزة، وأيد وزراء خارجية مجموعة السبع في بيان التمديد الإضافي لهذه الهدنة وأي هدنة مؤقتة مستقبلية لتمكين توسيع نطاق المساعدة وتسهيل إطلاق سراح جميع المحتجزين. كما دعا البيان الحوثيين إلى الوقف الفوري للهجمات والتهديدات التي تستهدف ممرات الشحن الدولية والسفن التجارية وإطلاق سراح السفينة جالاكسي ليدر وطاقمها، مشددا على الالتزام بإقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين. ضمن الدفعة الخامسة من صفقة التبادل التي تتم برعاية مصرية قطرية، أفرج الاحتلال الإسرائيلي عن 30 أسيرا فلسطينيا بينهم 15 امرأة و15 طفلا من سجن عوفر العسكري غرب مدينة رام الله ومن مركز احتجاز في مدينة القدس المحتلة. من جانبها أفرجت حركة حماس عن مجموعة جديدة من المحتجزين هم 10 إسرائيليات، وذلك بعد تمديد الهدنة لمدة يومين. أفاد مسؤولون أمريكيون كبار أن الرئيس الأمريكي جو بايدن حذر إسرائيل من أن الهجوم المرتقب في جنوب قطاع غزة يجب أن يتجنب النزوح الجماعي للمدنيين. وقال مسؤول أمريكي إن حجم عمليات النزوح التي حصلت في شمال القطاع يجب ألا تتكرر في جنوب غزة، مشددا على أن الرئيس بايدن ومساعديه أكدوا على هذه النقطة بطريقة واضحة جدا لدى الحكومة الإسرائيلية. وأضاف المصدر نفسه أن إسرائيل التي أعلنت أنها ستواصل الحرب بعد الهدنة السارية حاليا أبدت تقبلا لهذه التحذيرات. انتشلت طواقم الإنقاذ والإسعاف ومتطوعون في قطاع غزة
اكتشلت جثامين 160 شهيدا من تحت الأنقاض ومن الشوارع والطرقات خلال 24 ساعة الماضية. وبهذا يرتفع عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر الماضي إلى أكثر من 15,000 شهيد، بينهم أكثر من 6,150 طفلا وأكثر من 4,000 امرأة. وتشير المعطيات غير النهائية إلا أن نحو 6,500 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض أو أن مصيرهم ما زال مجهولا، بينهم أكثر من 4,700 طفل وامرأة. ومنذ بدء الهدنة الإنسانية المؤقتة صباح الجمعة الماضي تحاول طواقم الإنقاذ والإسعاف ومواطنون انتشال ما أمكن من جثامين الشهداء بما يتوفر لهم من إمكانات. واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي سلسلة الاقتحامات والاعتقالات بالضفة الغربية المحتلة، وأوضحت مصادر فلسطينية أن الاحتلال اقتحم مدينة جنين واشتبك مع مسلحين فلسطينيين. كما أكد الهلال الأحمر الفلسطيني أن قوات الاحتلال احتجزت طواقم الإسعاف أمام مستشفى جنين. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن مدينة جنين ومخيمها منطقة عسكرية مغلقة، ونشر قواته بتعزيزات كبيرة في عدة أحياء. أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون أن القوات الأمريكية لم تستهدف بأي هجمات في سوريا والعراق منذ بدء الهدنة بقطاع غزة. وفي الوقت نفسه قال المتحدث باسم البنتاغون بات رايدر أن الجيش الأمريكي أوقف تحليق المسيرات لأغراض الاستطلاع فوق قطاع غزة خلال فترة الهدنة. واستهدفت القوات الأمريكية في البلدين بصواريخ وطائرات مسيرة أكثر من 70 مرة منذ منتصف أكتوبر، أسفرت عن إصابة العشرات من العناصر الأمريكية الموجودة في العراق وسوريا. بدأت فترة الصمت الانتخابي للمرشحين في انتخابات الرئاسة خارج البلاد، وتبدأ عملية التصويت بالخارج يوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر، وتستمر لمدة 3 أيام متتالية تنتهي يوم الأحد المقبل في عدد 137 لجنة فرعية موزعة بمقار البعثات الدبلوماسية في دول العالم. انتهى موجز التاسعة، وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل. مرحبا بكم مرة تانية. منذ عام 1948 واحتلت القضية الفلسطينية مكانة مهمة جدا في السياسة المصرية، من حرب 48 مرورا بإعلان منظمة التحرير الفلسطينية داخل الأراضي المصرية، وعدد كبير جدا من الخطوات اللي كانت فيها مصر لاعب أساسي على الساحة الفلسطينية. على مر السنين تعاملت القيادات المصرية على هذا الأساس من أجل دعم وحقوق وتطلعات الأشقاء الفلسطينيين. طيب خلينا نروح مع حضراتكم نتكلم عن اهتمام القيادة المصرية بالقضية وموقف مصر الثابت في دعم أشقائنا الفلسطينيين مع دكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بك معنا في صباح الخير يا مصر. وبعد التحية، يعني ما كانت القضية الفلسطينية لدى مصر هي يعني قديمة الحقيقة، يمكن احتلت كمان هذه القضية مكانة مهمة جدا في السياسة المصرية. خلينا نعرف مع حضرتك أبرز المحطات اللي مرت بيها المساندة السياسية للدولة المصرية لهذه القضية، القضية الفلسطينية بكل تأكيد. صباح الخير على حضراتكم وعلى مشاهدينكم الكرام. في الحقيقة مصر بتعتبر القضية الفلسطينية قضية أمن قومي لمصر نفسها، يمكن من قبل حتى حرب 48. يعني لازم ما ننساش إن الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات الشهير هو عاش شبابه ودرس في جامعة القاهرة كلية الهندسة وتخرج منها قبل حرب 48، وده كان دليل على عمق العلاقات بين مصر وفلسطين حتى قبل حرب 48. ثم ما ننساش إن الجيش المصري دخل فلسطين في حرب 48، وحتى الزعيم جمال عبد الناصر اشترك في الوقت ده
قبل طبعا الثورة 23 يوليو اشترك في الدفاع عن فلسطين، وتم محاصرة كتبته في الفلوجة، والفلوجة دي شمال غزة، وصمد الزعيم جمال عبد الناصر حتى بعد انتهاء الحرب. أيضا ما ننساش الدور المصري في إدارة قطاع غزة بعد حرب 48. الجيش المصري كان حافظ على قطاع غزة من الاحتلال الإسرائيلي، فقال القطاع غزة إلى الإدارة المصرية، ومصر أدارت قطاع غزة من سنة 48 حتى الاحتلال الإسرائيلي في 67. مصر أدارت القطاع، وكان الطلاب بتوع غزة بيدرسوا في الجامعات المصرية، والنظام التعليمي المصري في المدارس يمتد إلى غزة. وحتى بعد الاحتلال الإسرائيلي في 67 مصر ما تخلتش عن دورها تجاه فلسطين بشكل عام وغزة بشكل خاص، واستمر تعليم أبناء غزة حتى وهم تحت الاحتلال الإسرائيلي بيتم في مصر، واستمر دعم مصر إلى قطاع غزة. ثم اللحظة التاريخية المهمة بعد مفاوضات أوسلو والوصول إلى اتفاق غزة أريحة، مصر والرئيس الأسبق مبارك اصطحب ياسر عرفات اللي هو أصله غزاوي بس كان عايش في مصر زي ما قلت لحضراتكم، اصطحبه حتى بوابة رفح وسلم عليه وقال له إيه مبروك عليكم العودة إلى الوطن. كان ده تأكيد على استمرارية الدور المصري، ده فضلا عن دعم مصر للقضية الفلسطينية في كل المحافل الدولية، وحتى في الاعتداءات المتكررة من جانب إسرائيل عبر السنوات الأخيرة على قطاع غزة، مصر كانت هي مفتاح الحل في كل هذه الاعتداءات وإيقاف هذه الحروب، وبعد ذلك إعادة إعمار غزة بشكل رئيسي. طب دكتور عفيفي، يعني كيف لعبت مصر دور مهم في إنشاء منظمة التحرير الفلسطينية على أرضها، وكيف ذهبت بها إلى الأمم المتحدة، وكيف دخلت بها جامعة الدول العربية؟ كان في دور مصري مهم جدا اتلعب في ستينات القرن الماضي منذ أن يعني بدأ الزعيم جمال عبد الناصر يلملم شتات المقاومة الفلسطينية وينشئ هذه المنظمة على أرض مصر حتى تنطلق بعد ذلك لتكون السلطة الوطنية الفلسطينية. صحيح، يعني مصر وقفت ودعت إلى حل القضية الفلسطينية مبكرا جدا، حتى يعني أول اجتماع قمة عربي حصل في قبل حتى حرب 48 حصل في إنشاص المصرية، دعا إليه الملك فاروق ودعا ملوك العرب للنظر في أوضاع القضية الفلسطينية. ثم بعد حرب بعد ثورة 23 يوليو 1952 الرئيس جمال عبد الناصر تبنى الكفاح المسلح للشعب الفلسطيني، وتبنى الجيش تكوين جيش فلسطيني ومنظمة التحرير الفلسطينية، وكان كتير منهم موجود على الأراضي المصرية والتدريب بتاعه. وحتى لما حصلت مشاكل خاصة بالمقاومة الفلسطينية في الأردن في أيلول الأسود، الرئيس عبد الناصر تدخل شخصيا للحفاظ على المقاومة الفلسطينية رغم مرضه الشديد، والجميع يذكر أنه مات سنة 70 وبعد مؤتمر القمة العربي اللي توصل فيه إلى الصلح بين منظمة التحرير الفلسطينية والأردن. ثم أيضا مصر وقفت بجانب لبنان والمقاومة الفلسطينية عندما تم اجتياح لبنان في محاولة للقضاء على المقاومة الفلسطينية، ومصر رأت خروج ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية من لبنان ووصولها إلى تونس في عام 1982. ده غير القرارات والمفاوضات اللي كانت بتتم في الأمم المتحدة وحتى بجامعة الدول العربية.
طيب دكتور محمد، الحقيقة أنه يعني من وقت قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بتقسيم فلسطين والقضية هي الشغل الشاغل لمصر، مراحل كتير جدا بها عدت بها هذه القضية، ويعني وكمان تعاقبت عليها حكومات مختلفة. خلينا نستغل وجود حضرتك معانا وتقول لنا يعني ازاي تعامل الرؤساء المصريين من اول الرئيس الراحل جمال عبد الناصر وحتى سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي مع القضية الفلسطينية، ولماذا هذا الإصرار وثبات الموقف المصري مع القضية الفلسطينية؟ في الحقيقة زي ما حضرتك قلتي ان الموقف المصري ثابت تجاه القضية الفلسطينية، سواء حتى في العصر الملكي لما كانت الملكية موجودة وأيام الملك فاروق، أو حتى العصر الجمهوري برؤسائه المتعاقبين. فتكوين حتى جامعة الدول العربية في مصر في الأربعينات كان بسبب القضية الفلسطينية بشكل خاص، ثم بعد ذلك في أيام الرئيس عبد الناصر. الرئيس عبد الناصر اشترك زي ما قلت لحضراتكم في حرب 48، وقال كلمة مهمة جدا هتلخص استراتيجية مصر تجاه القضية الفلسطينية حتى الآن. الرئيس عبد الناصر قال انه بعد ما حارب في فلسطين قال لقد اكتشفت ان رفح هي اخر مدينة مصرية ليست اخر الحدود المصرية، وان الدفاع على الحدود المصرية وعلى الامن القومي المصري يبدأ من فلسطين. ومن هنا هنلاقي دي سياسة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وحتى الرئيس السادات عندما قام بعمل سلام مع إسرائيل بعد الحرب 1973 المجيدة لم ينسى دور القضية الفلسطينية، ودعا إلى حل للقضية الفلسطينية، ودعا إلى تنظيم مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية. حتى أيام الرئيس مبارك زي ما قلت لحضراتكم مصر كانت داعمة للفلسطينيين وأوسلو، والرئيس مبارك أوصل عرفات حتى دخوله إلى غزة تنفيذا لاتفاق غزة أريحة. وحتى في السنوات الأخيرة الاعتداءات الكثيرة والمتكررة البربرية على غزة كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتدخل، والأجهزة المصرية تتدخل دائما للوصول إلى سلام وإلى إعادة إعمار غزة. ثم الكلمة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي عندما طرح إسرائيل أو إعادة طرح في الحقيقة مشروع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء وإفراغ قطاع غزة، الرئيس السيسي قال مشروع تصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر غير مسموح به، ومصر لن تسمح بهذا الأمر. وكان في الحقيقة مقولة فاصلة بهذا الأمر. صحيح. هل يعني ما يقال عن المبادرات الإسرائيلية لتهجير الفلسطينيين هي وليدة اللحظة أم أنها لها جذور تاريخية يا دكتور عفيف؟ يعني ما تقول إسرائيل حالياً بمطالبة عدد كبير من التيارات الإسرائيلية المتباينة بضرورة تهجير أهالي غزة داخل سيناء، هل هو وليد 2023؟ لا طبعا، يعني ده مرتبط بالمشروع الصهيوني منذ تأسيس إسرائيل. بدأ حتى بفكرة تهجير العرب إسرائيل، العرب الموجودين في فلسطين 48 تحت الحكم الإسرائيلي، ما يزال حتى الآن المتطرفين الإسرائيليين يطالبوا بخروج عرب إسرائيل إلى وأنهم يعيشوا خارج إسرائيل، إما يروحوا الضفة أو الأردن. ثم المشروع الإسرائيلي انطرح أكثر من مرة، وانطرح حتى على الرئيس الأسبق حسني مبارك بتهجير فلسطيني قطاع غزة إلى سيناء، وعمل تبادل وكان نتنياهو ساعتها تحديدا اللي عرضه كمان بالضبط، وعمل تبادل أراضي، وكأن يعني بيدهم تغيير خرائط العالم، وكأن مصر دولة
ليست لها سيادة. والرئيس مبارك اعترض على هذا المشروع ومات في تلك الفترة. لكن إسرائيل استغلت ما حدث في 7 أكتوبر لإعادة طرح هذا المشروع مستفيدة أو محاولة أن تستفيد من تعاطف الدول الغربية معها في بداية الأزمة. لكن أتصور أنه أصبح هناك قناعة دولية برفض فكرة تهجير الفلسطينيين على حساب مصر. صحيح. طبعا بنشكر حضرتك جزيل الشكر الدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ الحديث والمعاصر، وما زلنا مستمرين مع حضراتكم في الاحتفاء باليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني. لسه هنتكلم أكتر في تاريخ هذه القضية، تاريخ أرض السلام التي لم تشهد يوم سلام الحقيقة. لكن هنروح دلوقتي لفاصل سريع وبعدين نرجع لحضراتكم على طول. مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولسه مكملين معاكم كلامنا عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، واللي بيعتبر فرصة كبيرة لإدانة حرب الإبادة الجماعية اللي بيتعرض ليها أهالينا في قطاع غزة، واللي نتج عنها حتى الآن أكثر من 15,000 شهيد. خلينا نتكلم النهاردة عن اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، نتكلم عن دور مصر في دعم القضية الفلسطينية، نتكلم عن القضية الفلسطينية من وجهة نظر القانون الدولي، كيف كان القانون الدولي لاعبا في القضية الفلسطينية، وهل غاب عنها أم أنه أتى ولم تنفذ بنوده. ضفنا النهاردة الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي الحديث عن كل هذه المحاور. صباح الخير عليك دكتور. صباح النور أستاذ مصطفى، أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. بالتأكيد عندما نتحدث عن القضية الفلسطينية القانون الدولي دائما يعني يأتي في الصدارة وهو رقم واحد. صحيح. من وجهة نظرك القانون الدولي لعب دور إيجابي أم سلبي في التعامل مع القضية الفلسطينية؟ دعنا من الماضي والتاريخ الصحيح والأرقام والتواريخ التي يعلمها السادات والسادة المشاهدين، ولكن الآن ماذا فعل القانون الدولي في انتفاضة الأقصى أو المواجهات المسلحة ما بين حماس وما بين جيش الاحتلال الإسرائيلي؟ منذ 7 أكتوبر من المفترض أن دولة فلسطين وجامعة الدول العربية والمحامون وكل الدعاوى والمطالبات القانونية للمحكمة الجنائية الدولية لا تتأسس في طلب، سواء كانت إحالة من 6 دول حالة فلسطين إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أو سواء مناشدات ومطالبات وإعلام ورأي عام، كلها لا تستند في المقام الأول إلا على بيانات وإفادات وشهادات وأرقام وإحصاءات. الأمين العام للأمم المتحدة وكافة الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة للأمم المتحدة على مدار الساعة جهارا نهارا، وهي المصادر الموثوقة للمدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية اللي أتى هنا إلى مصر ومن معبر رفح وفي العريش، وأعلن رسميا ضم التحقيقات الجنائية التي بدأها المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عام 2021 بشأن جرائم الحرب، وأيضا سواء كانت جرائم حرب ارتكبها الجيش الاحتلال الإسرائيلي في عام 2014 ما سمته إسرائيل حينئذ حملة الجرف الصامد، وأيضا جرائم الحرب المتمثلة في المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية. المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هنا من مصر وليس من بقعة أخرى في أركان المعمورة أعلن رسميا ضم الانتهاكات الجسيمة الحاصلة للقانون الدولي الإنساني إلى التحقيقات الجنائية التي بدأها بالفعل. إذن الصحة العالمية واليونسكو واليونسيف والأغذية والزراعة ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة الذي ربما الأمين العام الذي ربما لا تجدد له الولاية الثانية بسبب القضية الفلسطينية، وأيضا تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة ذاته بشأن فلسطين وبشأن الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني المتمثلة في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مدعاة في غزة منذ اليوم التالي لانتفاضة الأقصى 8 أكتوبر 2023. كل هذا القانون الدولي والإفادات هي تمثل الصدارة
وتمثل قمة هرم تثبيت الدعاوى ضد ضد الإسرائيليين. طيب احنا هنكمل طبعا كلامنا في هذا الملف تحديدا لأنه هام جدا، لكن اسمح لنا هنروح مع حضرتك لزميلنا العزيز حمادة العربي من أمام معبر رفح عشان نتابع معاه آخر التطورات الخاصة بدخول المساعدات الإغاثية والطبية لقطاع غزة عبر معبر رفح. حمادة صباح الخير عليك، ونتمنى أن الجو النهاردة يكون أفضل. صباح الخير جمانة، وصباح الخير مصطفى، وصباح الخير على ضيفكم الكريم في الاستوديو وعلى كل مشاهدينا. يمكن الأوضاع حتى هذه اللحظات واستمرار توافد القوافل والشاحنات التي تحمل الكثير من المساعدات الغذائية والدوائية وأيضا المستلزمات المعيشية للدخول عبر بوابات معبر رفح. هذا الدخول بدأ في 6:00 صباحا وهو مستمر حتى هذه اللحظات، يمكن على مدار من 3 ساعات تم دخول ما يزيد عن 150 شاحنة إلى المعبر معبر رفح. يمكن كل تلك الشاحنات كما ترون معي محملة بالمواد الغذائية، محملة بالمستلزمات الطبية، وأيضا هناك عدد من تلك الحاويات أو الشاحنات يعني محملة بالمستلزمات المعيشية، البطاطين والألحفة وما شابه ذلك لإغاثة أهلنا في قطاع غزة بشكل كبير. جمانة، يمكن الشاحنات التي تدخل في هذه اللحظات من معبر رفح تتجه إلى معبر العوجة ليتم الكشف عليها ومعرفة محتويات تلك الشاحنات التي يتم تسجيلها سواء في السجلات التابعة للجهات المعنية في معبر رفح أو من التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي وأيضا الهلال الأحمر المصري هنا في مدينة العريش، واللي متواجد عدد منهم موجودين أمام معبر رفح بشكل مستمر على مدار الساعة لتنسيق دخول تلك المساعدات بشكل حيوي وبشكل كبير. من المشاهد اللي رأيناها اليوم أمام معبر رفح استمرار توافد العالقين من أبناء قطاع غزة على المعبر ودخول العشرات منهم بعد تسهيل الإجراءات من السلطات المصرية بشكل كبير. يضاف أيضا إلى ذلك استمرار دخول سيارات الإسعاف إلى معبر رفح عبر البوابة الرئيسة، ويمكن بتدخل سيارات الإسعاف وبيكون هناك عدد من المصابين الذين يأتون على تباعا يعني ويتم توزيعهم على المستشفيات سواء مستشفى العريش العام أو مستشفى بئر العبد والشيخ زويد. كل تلك الشاحنات السلطات المصرية بتدعو كل الجهات الدولية لمساندة إدخال أكثر من 200 شاحنة. الأمس دخلت مصر ما يقرب من 250 شاحنة، واليوم نتوقع أن يكون العدد مماثل لهذا العدد الذي دخل بالأمس، إضافة أيضا أنه تم إدخال عدد من شاحنات الوقود سواء المحملة بالسولار أو المحملة بالغاز المستخدم للطهي ليتم الدفع بها وتكون ملاذا للمتواجدين في قطاع غزة سواء في الجنوب أو في الشمال لاستخدامها في الطهي وإعادة تشغيل بعض المنشآت وكذلك تشغيل المخابز داخل قطاع غزة بشكل مستمر يلبي احتياجات المواطنين. نتحدث عن ما يزيد عن 1.5 مليون نازح من أبناء قطاع غزة من الشمال إلى الجنوب والوسط، أيضا شمال قطاع غزة به ما يقرب من 700,000 مواطن يحتاجون للدعم، يحتاجون للغذاء، يحتاجون للأدوية بشكل كبير. يمكن التصريحات المستمرة من الجانب الفلسطيني وخاصة وزارة الصحة تؤكد أن هناك نقص شديد في الأدوية في المستلزمات الطبية في الأسرة الخاصة، والدعوة مستمرة لإنشاء مستشفيات ميدانية داخل قطاع غزة يعني لإسعاف المصابين ومحاولة إنقاذ الحياة داخل قطاع غزة بشكل كبير. نتحدث عن إصابات تجاوزت 36,000 مصاب بمختلف الإصابات، يمكن بعض الإصابات دي اللي بتيجي عبر سيارات الإسعاف لمعبر رفح وبنراها رؤية العين، إصابات خطيرة للغاية سواء إصابات تتعلق بالحروق في أجزاء مختلفة من الجسد، إصابات تتعلق بكسور متفرقة وأحيانا تحتاج لعمليات مباشرة على أقصى سرعة. الوضع في غزة صعب جدا ومستحيل أن القطاع الطبي في غزة يقدر يتعامل معاه بالشكل المطلوب لإنقاذ أرواح الكثيرين من تعرضوا للغارات الشديدة أثناء استمرار الحرب ما بين قوات الاحتلال وقطاع غزة على مدار 50 يوما قبل بداية هذه الهدنة. الهدنة احنا النهاردة في اليوم 6 لهذه الهدنة، بالأمس تم طبعا تبادل الأسرى
من حركة حماس وكتاب القسام والجهاد الإسلامي مع قوات الاحتلال عبر الوساطة المصرية القوية في هذا الشأن، ووصول المحتجزين إلى معبر رفح ومن ثم بعد ذلك إلى الجانب الإسرائيلي. النهاردة بنتكلم على استمرار هذه الهدنة واستمرار الدفع بأكبر قدر من المساعدات لدعم أهالينا وأشقائنا في قطاع غزة. زميل حمادة العربي نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من أمام معبر رفح. وما زال حديثنا مستمر مع دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي. دكتور أيمن، يمكن قبل ما نروح مع حضرتك لزميل حمادة العربي، كنا نتكلم على القانون الدولي وإفادات القانون الدولي العديدة التي كانت في صالح فلسطين، لكن خلينا نرجع مثلا لسنة 1948 على سبيل المثال، وقرار 194 ودعوة من مجلس الجمعية العامة للأمم المتحدة ودعوة لعودة الفلسطينيين أو اللاجئين الفلسطينيين لأراضيهم مرة أخرى. نعم. منذ هذا الوقت يا فندم قرارات عديدة تدعم القضية الفلسطينية. صحيح. إيه اللي طبق فيها؟ يعني لطيف جدا، في قرارات لم تطبق، لم تنفذ القرارات. يبقى ما فائدة هذا القانون؟ لم تطبق هذه القرارات لأن نظام منظمة الأمم المتحدة اللي عدد أعضائها 193 دولة، كل هذه الدول بما فيها فلسطين دولة مراقب، بما فيها جمهورية مصر العربية وسائر الدول، ارتضوا نظام الأمم المتحدة، ارتضوا ميثاق الأمم المتحدة، ارتضوا الفيتو. لماذا أنا بتحدث؟ معظم القرارات بالفعل الولايات المتحدة الأمريكية يتعارض يتمتنع. لا يوجد قرار زي ما حضرتك تفضلت جمانة صدر في صالح فلسطين وضد إسرائيل تأسيسا أي استنادا وارتكانا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة. نظام الأمم المتحدة أن القرارات التي تصدر عن الفصل السابع قرارات قصرية زجرية تتضمن إجراءات بوليسية منعية قطعية مثل ما حدث مع العراق حين غزا الكويت 1990، هذه القرارات إنفاذية. لم يصدر قرار علشان الفيتو الأمريكي أو الفيتو البريطاني أو الفرنسي. هذا نظام منظمة الأمم المتحدة، والقانون الدولي ليس له دخل في ذلك الأمر، لأن هذه مسائل سياسية. الدول الأعضاء قبل أن تنضم لميثاق الأمم المتحدة بتمضي يا فندم للأمم المتحدة نحن نقبل هذا الميثاق. وحين رفضت في 1945 حال إنشاء المنظمة الأممية في سان فرانسيسكو 1945، حين اعترضت بعض الدول على نظام الفيتو اللي تستأثر به الخمس دول الدائمة، الولايات المتحدة الأمريكية بكل سهولة قالوا له اللي يعني لا يرتضيه ولا يعني غير مقتنع بذلك النظام فلينسحب. لم تنسحب دولة، مع كل الإجلال طبعا لفلسطين والشعب الفلسطيني، لم تنسحب دولة من الأمم المتحدة إلا 1965 وهي أندونيسيا، ولم تستطع البقاء خارج الأمم المتحدة إلا أشهر وعادت. لذلك نرجع مرة ثانية، طب بلاش الأمم المتحدة، الجنائية الدولية. لا، المحكمة الجنائية الدولية بطيئة. أنا مع حضرتك بس 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 في قرار مثلا بتجريم قصة الجدار العازل، يعني حصلنا على نوع من انواع صحيح. الدعم، يعني هناك صحيح بسيط صحيح راي استشاري مهم وليس قرار قضائي انفاذي صدر في 2004 بشان الجدار العازل، حتى ان المندوب الفلسطيني ذاته قال احنا فوجئنا ان المحكمه العدل الدوليه جهاز القضاء الرئيسي للامم المتحده قامت بتشريح كل الانتهاكات والجرائم الحرب وجرائم التي ارتكبتها إسرائيل منذ 1948، ولكن لم يكن قرارا، كان رأي استشاري، هو 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 شكل من أشكال الإلزام المعنوي والأدبي والأخلاقي والسياسي. وإحنا متفقين مع حضرتك، إحنا اللي مضينا على الأمم المتحدة، بس إحنا عايزين نفرق ما بين الجمعية العامة للأمم المتحدة، مجلس الأمن، محكمة العدل الدولية، الجنائية الدولية. بتأكيد لكل مقام أشكر حضرتك. مجلس الأمن هو الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة، وده مش هياخد قرار معانا. أشكرك، لأن في فيتو. أشكرك. الجمعية العامة للأمم المتحدة أصدرت قرار فجر اليوم بشأن الجولان السوري،
وتطلب من اسرائيل الانسحاب من الجولان السوري المحتل. هنا جوتيريش و لا الجمعيه العامه للامم المتحده الممثل فيها الجمعيه العامه وليست الامانه. تمام. الجمعيه العامه للامم المتحده التي عدد اعضائها 193 دوله اصدرت قرار يا فندم، ولكن ذلك القرار غير انفاذي ولكن يعكس ويعبر عن القانون الدولي. نأتي إلى الأمين العام للأمم المتحدة، الأمين العام للأمم المتحدة جهارا نهارا وهنا من مصر أيضا وفي مؤتمر جوتيريس أكد أن الرفض التعسفي للمساعدات الإنسانية يعد انتهاك صارخ لقانون الدولة الإنسانية. الرفض التعسفي هو يعني إسرائيل لإنشاء ممرات إنسانية انتهاك للقانون الدولة الإنساني. الرفض التعسفي لهدنة مؤقتة إنسانية هو انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني. طب أستاذ دكتور إيمان عشان ما انتهوش من حضرتك، يعني الجمعية العامة، أنا بتحدث حديثي بوضوح، الجمعية العامة للأمم المتحدة معنية بإصدار هذه القرارات التي لو هنتكلم في هذه القضية تحديدا التي فعلا أدانت إسرائيل، ولكنها صحيح بعد كده تحول لمجلس الأمن عشان يتخذ قرار والفيتو يقف أمامها. صحيح، مظبوط كده، مظبوط. طيب خليني ارجع تاني بما اننا نتكلم على يوم التضامن، طيب لا مع الشعب الفلسطيني. المفاوض المصري هو مفاوض قوي جدا ومحنك ويستند لهذه القوانين الدوليه، وعلى مدار سنين كتير جدا حتى يمكن احنا استردينا حقنا في ارض طابا من خلال القانون الدولي بالتحكيم الدولي 1988. مظبوط. طيب يعني لو هنتكلم بقى على هذا الاساس، ازاي مصر قدرت انها تدعم القضيه الفلسطينيه استنادا للقانون الدولي؟ كل المجهودات المصريه في الجمعيه العامه والامم ومجلس الامن وحتى في العدل الدوليه ابان الراي الاستشاري عام 2004، مصر كانت حاضر وليست شاهد، مصر كانت فاعل ولم تكن وراء الكواليس. كل مؤتمرات القمه العربيه الاستثنائيه العاجله التي عقدت إما في مصر ومنها 1970 بعد أحداث أيلول الأسود، الحرب الأهلية بين الفلسطينيين والأردنيين، كل هذه المؤتمرات جمهورية مصر العربية دعت إليها، وكل الرؤساء المصريين حتى السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي حين يتحدثون لا يتحدثون جملة أو عبارة واحدة إلا وتأسيسا على القانون الدولي. لذلك جمهورية مصر العربية هي التي أدخلت ياسر عرفات الجمعية العامة للأمم المتحدة وكان رئيس منظمة التحرير الفلسطينية، وكانت الولايات المتحدة الأمريكية ترفض دخول الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس السادات 1974 هو الذي أدخل ياسر عرفات إلى الأمم المتحدة الجمعية العامة، ولأول مرة في تاريخ القضية الفلسطينية 1974. قرارات عديدة داعمة من الاتحاد الأفريقي للتعاون الإسلامي ثم التضامن الإسلامي والجمعية العامة والوكالات المتخصصة للأمم المتحدة، كل هذه القرارات والإدانات ستجد الدبلوماسية المصرية اللي في نهاية الأمر والمطاف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يترأسها كلها مؤسسة على القانون الدولي. هو حتى نقول الولايات المتحدة الأمريكية الداعمة الأولى المتآمرة المحرضة لإسرائيل. أمس فقط الرئيس بايدن يتحدث عن من الضروري مراعاة القانون الدولي الإنساني خاصة من جانب إسرائيل خاصة في جنوب غزة. إذا لم يكن هناك حتى اللفظ الكلمة قانون دولي، كيف تدركي أو كيف نتحدث أو كيف يتحدث أيمن السلامة قانون دولي أن هؤلاء ارتكبوا جرائم حرب أو لم يرتكبوا جرائم حرب؟ كيف ندين إسرائيل؟ أيوة يا فندم، بس ماذا بعد الإدانة؟ ما هو القانون يجب أن يكون فعال حتى أستطيع أن أقول عليه قانون نافذ أو له أهمية. أولا مصطلح الإدانة، لابد أن يصدر مصطلح الإدانة والمؤتمر الأخير في المملكة العربية السعودية، المؤتمر الإفريقي عفوا العربي الإسلامي، أول قرار الإدانة. لماذا كلمة الإدانة اللي احنا بنستهين بها يا فندم؟ لأن لو جمهورية مصر العربية لم تقم بإدانة ما ترتكبه إسرائيل، هذا يعني أن جمهورية مصر العربية قانعة وراضية وأن الانتهاكات الإسرائيلية شرعية. بعد الانتهاكات صحيح. القانون الدولي ذاته ليس القانون الدولي معهوش دبابة أو طائرة يقصف بها إسرائيل. لذلك القوة أو العربدة
أو الدول الخارجة عن القانون الدولي والتي تتحدث عن حقوق الإنسان والديمقراطية وما أعنيه، إسرائيل والغرب، النظير، السند، الند لإسرائيل أو الدعم لإسرائيل، كل هؤلاء يخرجون عن القانون الدولي لأنهم مسلحين بترسانات ليس بالديمقراطية والعدالة والإنصاف، ولكن بترسانة من الأسلحة من المحامين والغطرسة والدعم السياسي وخلافه، وكما يعني يقال التاريخ يكتبه المنتصرون. هنا ربما في هذه الحالة الأمم المتحدة تكتبها مؤسسيها، المؤسسين، الأعضاء المؤسسين هم الفاعلين بشكل كبير، لهم حق الفيتو، لهم التأثير السياسي، لهم جيش من المحامين كما قال دكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي اللي النهاردة شرفنا في استوديو صباح الخير مصر. شكرا لك يا دكتور، نورتنا، وكنا نتمنى يعني نستزيد أكتر فيما يتعلق بالجنايات الدولية والعدل الدولي، لكن لما شاهدت الوقت للأسف. شكرا جزيلا فهم. شكرا لحضرتك يا فندم. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهارده، نشوفكم بكره ان شاء الله في نفس الميعاد. صباح الخير عليكم، صباح الخير يا مصر.